يعني ايه؟ طب ايه رأيك بقى ان انا مش هطلقها لحد ما تيجي تبوس الجزمة؟ مش هتقدر لان وهي في المستشفى خدت تقرير طبي بيقول ان انت السبب في كل اللي حصل. لو قدمته للنيابة هتطلقها غصب عنك وعن عين ابوك. المستشفى دي اللي انت مرضتش تعفر تراب جزمتك انك تروح تزورها. عرفت بقى ان كلامي صح؟ عايزه تطلع عشان خلالها الجو وتتجوز الوقت. عيب الكلام ده يا عاصم. ده مش كلام ياما. بنتك سناء وانا بضربها بعد جوازها العرفي من عائل الواطي ده قالت لي الحقيقه. قالت ان ربنا مراتي كانت بتحب الواد ده وان هما كانوا هيتجوزوا لولا بقى ان انا سبقت واتجوزتها. وان اختي كانت بتسهل لي الجوازه عشان يخلالها الجو. مش هي عايزه تطلق؟ ماشي. انا هطلقها. بس وعز جلاله الله لخليها زي البيت الواقف واللي هيقرم لها هجيبه الاسم وهعلقه من رجله لحد ما يفرق الدنيا. امشي بره. هتسيبه يعمل اللي بيقول عليه ده؟ ابنك ده احنا اللي بوظناه، احنا اللي دلعناه، كان كل ما يطلب نديله وكل ما نديله يطلب اكتر واكتر واكتر. محتاجين بضاعة يا معلم وعايزين فلوس. عايزين اجهزة منزلية ولا محمول؟ اجهزة طبعا يا معلم. وانتوا شايفين ايه؟ الاجهزة المنزلية نحط فيها فلوس ولا المحمول؟ والله يا معلم الرأي رأيك والشورة شورتك. طب ما انا مكبركم وقعدكم قدامي اهو، لازم تقولوا لي نعمل ايه؟ لا مؤاخذة يا معلم، احنا طول عمرنا لنا زبون في الاجهزة، والاجهزة قرشها حلو. لا، المحمول اخف ومكسبه اسرع، وبعدين اللي بيجي يا معلم يشوف اجهزة بيشوف على المحمول والعكس برضه صحيح. خلاص لما نجيب نبقى نحسبها سوا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. مشغول يا معلم، يجي لك وقت تاني؟ لا 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 لا، روح انتوا هاتوا البضاعة اللي انتوا عايزينها وبعدين هقعد معاكم نتحاسب مع بعض. ماشي يا معلم. يلا بالسلامة. في ايه يا لابط؟ كلمت صاحبك؟ هكلمهولك، بس يقول لي المبلغ كام؟ 65,000 يا معلم ومش هتنازل عنهم. الله، انت هتنح معايا؟ طب اطلع بره دلوقتي لما اكلمه في التليفون. ماشي، بس خلي بالك انا بشحت والشيطان قرب يلعب في دماغي. انا مالي بقى يلعب في دماغك ويلعب في عينيك؟ اديني فرصه اكلم الراجل ولا ابعتك ليه تتفاهموا سوا؟ يلا استناني بره اطلع. ماشي يا معلم. يلا حبيبي. ايه الخط؟ ها يا زيزو، هاي موجود عندي يا سيدي، ومتعصب ومتنرفز وعينيه مطلع شرار. طب انا اعمل ايه؟ ايه؟ 65,000. طب انا هدفعهم له واصحاب الفلوس يرجعوا يدفعهم تاني يبقوا دفعوا مرتين؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. ايه في التليفون ده افضل يا عندي؟ طب خلاص سلام. تشرب يا معلم. مش عايز اشرب اي حاجة. الواد النطع اللي بره ده واقف عندك عايز ايه؟ بالراحه ليه؟ الواد غلبان ولسه خارج من السجن وعايز ياكل عيش. لا مش عايز ياكل عيش ولا حاجه يا قنديل، انت فاهم كويس قوي. الافندي بيقول ان روح عند بنتي 65,000 جنيه. تعرف تقول لي لموهم منين ال 65,000 جنيه دول؟ اهو انت كده قصرت عليا. بقول لك ايه؟ نعم. هو فعلا اداها ب 65,000 جنيه؟ نديل يا نديل، خلينا نقطع عرق ونسيح دمه. عايز افهم منين الافندي ده وهو مجوزه بنتي وانا اللي مشوره ما دفعش مليم ابيض، ازاي قدر يحوش 65,000 جنيه من ورايا؟ خلاص بقى يا معلم، عشان نقطع فرط ونرتاح. اسمع نديل، قول له اهبط شويه كده لحسن قسما عظما. اخلي الواد عاصم ابني يحبسه المره دي بقى، مش سرقه ولا حاجه، لا ارهاب، يعني يعيش ويموت في السجن. امر يا بركه. التليفون ده اخدته منك من يومين اتنين بس، واول ما حطيت الشريحه الشركه بعتت لي رساله ان الموبايل مسروق ومتبلغ عنه. متبلغ ايه ومسروق ايه؟ الكلام ده مش عندي، ده فاترينا تاني يا حبيبي.
عند عالي مفيش الكلام ده، بشتغلش في المسروق اتكل على الله يابا. يعني هتنكر ان انا خدت منك التليفون ده وما رضيتش تديني ليه اي ورق بأمرت ما قلت لي انه جاي من بره؟ الله، طب ما هو جاي من بره يا عم، وانا عامله تحت الفاترينه ولا ايه؟ ايه البلاوي السودا اللي بتتحدف علينا دي؟ وبعدين يعني هو انا مغسل وضامن جنه؟ ايه ده بس، افهمك انا، بيجي لي واحد محترم كده زي حضرتك عايز يبيع جهاز المستعمل فاشتري منه ومن غير ورق، يجي واحد تاني برضه محترم زي حضرتك كده عايز يشتري الجهاز ببيعه له وبرضه من غير ورق، غلطتش انا؟ اهو طلع مسروق والحكايه بانت، اخش انا السجن بسببك؟ وبعدين بقى السجن ايه؟ ما توترنيش بحكايه السجن دي، اعمل لك ايه دلوقتي؟ تعمل لي ايه؟ تاخد تليفونك وتديني فلوسي وترجعه الحرامي اللي سرقه منك. لا بقول لك ايه، حرامي وسجن والكلام ده، بقول لك ايه يا بركه، عشان نخلص كده، عشان احنا بنلفلك مع بعض ونجيب من الاخر، لو انت معاك ورق يثبت ان انا بعت لك الجهاز ده روح اشتكي يا عم. انت كده بتنكر. طب انا همشي من هنا حالا، اروح على اسم الموسكي اعمل لك محضر. الله يسهلك يا عم، ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا دي؟ وانت يا عم شبر الله. معلم زيزو الواد علي مش في السليم، بيشتغل في الشمال يا ريس. الشمال؟ مش فاهم. بيشتغل في المقلوب والمبلول والتلاجات وكل حاجة مضروبة. طب وانت ايه اللي عرفك؟ الواد ده لامم شوية عيال صيع وحرامية اصحاب بكرو. اصحاب ده؟ ايوه، بيسرقوا الموبايلات من الناس ويبيعوها له، يبيعها للناس، يعني كده سمعة شارع عبد عزيز بتبقى زي الزفت يا ريس. يطلع عين امه. بكرو روح هات الواد ده حالا. عايزه صحي؟ عايزه نايم. روح هات الواد ده. امر يا معلم. تعال. انت مزعل الحاج ليه؟ وطي على عيني وسع دلوقتي وما تتكلمش ولا كلمه لاحسن، والله العظيم اقوم الزقك في الحيط. وماله بوسها؟ الحاج خيره عليا وما نكلش غير ابن الحرام. اقعد يلا. ماشي يا معلم. شفت؟ اهو رضي عنك اهو. اتكلم بقى كده بالراحه وعلى مهلك بدل ما الزقك على قفاك. 65,000 جنيه تلمهم ازاي من شغلك معايا وانت ايدك نظيفه يا بهلول؟ شقايا يا معلم، من وانا شغال عتال في الشارع لحد ما انت دخلت لي السجن. ياض لم لسانك لقطعهولك يالا. وفلوسك اللي هم شقاك وحلالك وتعبك زي ما انت بتقول تديهم لمراتك ليه؟ زي ما تكون بتاوي قتيل. لا اله الا الله، مش مراتي يا معلم، يعني الحق علي، انا مش قلتهمش مع حد تاني. هي كلمه واحده مش عايز لها تاني. سرقتني وانت شغال عندي ولا لا يا بهلول؟ كده بانت لبيته خلاص. اسمع، الحاج مش هيدفع لك حاجة، أنا اللي هدفع لك، بس مش 65,000 زي ما أنت قلت. أمال كام يا معلم؟ هنديل. ها؟ اديله 10,000 جنيه. والله العظيم ما ينفع. 10,000 جنيه إيه؟ ما ينفعش يا معلم. ليه ما ينفعش ليه؟ ما ينفعش يا معلم، 10,000 جنيه قليل قوي. يا أخويا هديك 40، خلاص؟ لو اتكلمت كلمة تانية هرجع للعشرة تاني. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ السلام عليكم يا حضرة الصوت. اهلا. انا عايز اعمل محضر. ايه هو اتسرق منك محمول انت كمان؟ لا انا انضحك عليا واشتريت محمول وطلع مسروق. ما احنا شغالين في المحروق بتاعكم ده من الصبح. روح يا ابني، ولما تشتري محمول بعد كده ابقى اشتريه بورقه كامل. يعني ايه؟ ده انا دافع فيه مبلغ كبير ولازم تعمل لي محضر. يا ابني قلت لك روح، القانون لا يحمي المغفلين. انت كمان هتغلط فيا ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا مش ناقصك. الله. يا هلو يا فتح. تمام يا باشا. هقول لك انا يا باشا، انا اشتريت محمول وطلع مسروق ومش راضي يعمل لي محضر. محمول ده بقى اكيد اشتريته من شارع ابو عزيز. ايوه يا فندم. تعرف اسم اشتريته منه؟ طبعا يا باشا، اسمه علي. لا اسمه علي، اسمه ابو عزيز. عبد عزيز عبد الرحيم فضل. بس يا باشا اللي اشتريت منه المحمول. كلهم كلهم ياب بيشتغلوا عنده. اهي الاوان بقى ننظف الشارع من العيال الوسخه دي. اعمل لي محضر افتحه ضد عبد عزيز وبحذرك تبلغه. هات اذن يابا وحصلني، انا جوه. تمام يا باشا. اسمك ياد وبطاقتك. اسم ناصر وبطاقتي ايه؟ بطل هذا البلطجي اللي منزل مطوى. يا وط صوتك. وانت يا عم شافو وط صوتك. عايز تشتغل في الشارع لسه عادي، توطي صوتك. عايز تشتغل في الشارع لوحدك يعني واحنا ما ناكلش عيش ولا ايه يا عم شافو؟ مش بتشتغل في المقلوب والمبلول والمسروق؟ وانت مالك يا عم اشتغل صوتك لسه عادي، وانا قفل البطوه ما فتحتهاش. شوف يا علي،
انت عارف كويس ان تليفون صغير مني يوديك ورا الشمس. بس كده مش شيك على فكره. ولا كتاب علم الادب باسم المعلم زيزو الفصل الثالث، لما تكلمه تلزم الصمت. تلزم ايه؟ الصمت وتقفل صدرك. لب نفسك. انت كبرت علينا يا اسطى. امال ايه؟ كبرت قوي. اتكلم عدل يا علي. شغل التلات ورقات بتاعك ده ما يقعدش معايا، ده يوسخ شارع عبد العزيز بس يا حبيبي. ودول تجار واكل عيش ناس، يفرموك يجيبوك على الارض انت ودكانك. اه زي ما حرقوا دكانك. الزم الصمت وصوتك واطي. زي ما حرق علي. زي ما حرق دكانك قبل كده اصلا. ماشي، صف حسابك معانا ولم بضاعتك وجرودها يا اسطى، وشغل المبلول والمسروق انا هعرف احاسبك عليه بعدين. ماشي يا اسطى، اجرد البضاعة. خد يا عم، فرقت لي عليها 30 مرة. مش عارف اسوي انا. بلغت عمي ومافيا. ايوه، افرق بقى كده وسمي نفسك اسم مرعي. اه الاسم عزت يا باشا. تنيني. اه من دار السلام. خد يا ابني الواد ده على الحجز. ممكن اعرف انا هنا ليه؟ هات لي شاي يا ابني. انا ما اتجابش بالطريقه دي يا باشا. ممكن اعرف انا هنا ليه؟ واحد اشترى تليفون، جات له رساله بعد ما ركب الشريحه ان التليفون مسروق. بتسرق تليفونات يا روح امك؟ بتسرح عيال وعامل تشكيل عصابي؟ ده بلاغ كايدي. واتكلم بادب، واوعى تنسى ان انا عضو في الحزب، ومش عضو عادي، لا امين تنظيم. وانت عشان عضو في الحزب سيبك تسرق يا روح امك؟ اعمل اجراءاتك يا باشا من غير طولة لسان عشان ما زعلكش. انت بتهددني يا زباله؟ ماشي، مش هعديها لك وهخليك تعتذر وقدام سيدك. حصل لنا الرعب. هتعترف بالمسروقات ولا لا؟ ايوه ما حصلش. وبعدين ان كان على المسروقات يا سيدي، روح اسال ابوك الحاج شرشابي اللي طول عمره بيشتغل في المبلول والمسروق وانا اللي بغطي عليه. اسألوا عن صفقة الغسالات الاوتوماتيك، مين سترك فيها؟ مش زيزو الكهربائي برضو؟ الو. اه يا زدان باشا، ازيك؟ اه تاني يا باشا، ده بلاغ من مواطن ضد مواطن عادي، بلاغ بالسرقة وانا بعمل واجبي. لا، ان كان على الجمايل احنا ما نجملش اعز منك، بس ده محضر رسمي وانت فاهم بقى يا باشا. اه طبعا تشرفني. مستنيك يا باشا. سلام. ما جيتش اتجوزتها ليه؟ اه مش قادر تتنازل وتكسبني. ده انت حتى لو كنت جيت عزتني في مراتي اللي راحت كنت ركبتني حق. قال له كنت حاولت اصلح الغلطه. مهما عليت هتفضل عايل واطي. ورقتي اللي عندك يا يجولي، ولو حصل ده قرصة ودن عشان تعرف اني قادر عليك. ما يقدر على القدرة اللي ربنا يا باشا، عيب. وانت هتفضل طول عمرك حقود وغبي وخسران. عارف ليه؟ عشان ما عندكش ثقة في نفسك. بتشك في كل الناس حتى في صوابع ايديك. كده بقى يبقى يتعمل لك كليب زي اللي شفته عشان تفضل طول عمرك
عينك مكسورة ووشك في الأرض. معاش اللي يكسر عيني يا باشا. طب طمني عليه يا عم فتيحة، هو فين دلوقتي؟ جوه عند عاصم بيه بيحقق معاه. طب ينفع تدخله؟ لا طبعا ما ينفعش، هو ما يخلص التحقيق هيخرج. طب انا عايز اشوف عم مفتاح. طب هقولك على حاجه يا ابني، انا ورايا شغل كتير. الله، هو موراناش غيرك ولا ايه؟ اقعد استنى شويه. طب بالراحه عم مفتاح، بتزعل ايه؟ طيب حاضر هنقعد نشوف اخرتها. بالبساطه دي هي سايبه ولا ايه يا جماعه؟ لا خلي بالك بقى ان انا فاهم في القانون كويس قوي. اخويا من حقه محامي يحضر معاه، ومن حقنا كمان نشوف المحضر. لا انت مزعل ايه؟ انا مش واد زياده، ولو سمحت ما تعمليش عليا المنتهى مع عندك. ما تزعليش. انت بترد عليها روح امك؟ لو سمحت يا باشا ما تجيبش سيره امي بعد اذنك. خد الواد ده جوه رمضان. خدني على حقنا بقى. يلا يلا هي يا جماعه يلا اطلع قدام. ماشي ماشي اطلع. يا حاج صبري، حشمة عينك ولا ايه؟ اهلا يا زيدان باشا. اولا انا اسمي سياده اللواء زيدان. ثانيا لو انت مش فاهم ان من حقي كنائب اقدم استجواب لوزيرك بسببك، انا افهمك بقى. يا فندم انا بشوف شغلي. شغلك تعمل محضر بادله وتحوله عنيابه، بس مش تتطاول على ناس محترمين وتمرمطهم معاك. يا فندم لو سيادتك مش عاجبك شغلي ما تيجي بقى مكاني وتشوف تعمل اللي انت عايزه. يا ابني انا كنت مكانك لغايه ما بقيت مساعد اول وزير. كلامي معاك مش هيبقى قدام المخبرين على ولي حال. يعني فين يا ابني سيادة العقيد عادل؟ في الدور الثاني. فين؟ في الدور الثاني. طيب وسمي نفسك اسم مره. بس يا ولاد الجنيه، لحقتوا تجيبوا الكلام ده ازاي؟ انا هقول لك اللي حصل. منين يا زيزو؟ بعت لنا مشهد وقت وهو موجود في الاسم. يا عم انت بتكلمني انا ليه؟ انا كنت معاك. قول له هو في الوقت اللي كان الامين رجائي بيصور الكريب اللي عاصم بيقدر فيه الراجل الطيب. الامين رجائي ده بقى حبيبي وكيفه عدي. خلصت المشوار ده كله معاه ب 300 جنيه وصباع. 300 جنيه وصباع؟ وبعتها لي بالاتوبيس. يا ابن الحراميه، 300 جنيه وانت واخد مني 500 جنيه عشان الكريب؟ الحشيش ده مش بفلوس ولا ايه؟ هتخليني اغيب عليك في محل اكل العيش واعورك في حواجبك واخف لك من على قرطك؟ والعيش والمال والصحوبيه اللي بيننا. فكك من الذكريات دي يا شبرو. والقميص البن مين اللي جابهولك؟ انت اللي مختاره، بس انا اللي دفع ال 30 جنيه. وال 45 جنيه بتوع الكوتش الابيض مين يا بكرو؟ صدق ركبتني الغلط يا شبرو، حق عليا. خلاص يا عم امين، رزق منك ليه؟ اتفضلوا اتفضلوا. بيني وبينك لو سرقت معانا يعني هنعمل من الكريبات دي البون. الله، وتبقوا نجوم بالبلوتوس والكريب. منك لله يا زيزو، جبت لي مصيبتين. ويكون في قلبك اللي هو بده كلهم في الاسم حبايبي، ومصورني كربات كتير قوي انا بتضرب. وهتبقى نجم يا بكر، وهتبقى نجم ما تقلقش. ارحمني يا رب ارحمني. طب بقول لك ايه؟ واحده هتستنى زيزو كتير؟ زيزو راح مشوار مع زيدان الدوري. زيدان الدوري؟ زيدان الدوري. طيب يا معلم اياد، هنعمل ايه مع الواد علي؟ ما هو علي ده سبب المصايب كلها. ولا انت كنت تعرف ان علي شغال في المسروق؟ يا عم ما اعرفش انا الحاجات دي. ولا من غير لف ودوران يا عم. انا ما بفوقش انا عشان اعرف علي وما عليش. بقول لك يا اياد، خد الفلوس بتاعتك عدها وجبرنا. شبرو، كنت تعرف ان علي شغال في المسروق؟ انا كنت نايم على وداني. ده مش شغال في المسروق بس، ده شغال في المسروق والمقلوب والمبلول كمان. لا سلامة ودانك. وايه المقلوب ده راخ؟ مقلوب يعني ان هو بيمسك الموبايل بيغير البودره بتاعته، بيخليها بودره. يا الله يخرب بيتك، هتودينا في داهيه اسمها بورده ديت. وبيغير الكفر، بيخليه كفر تاني، يعني بيدمر الموبايل كله. كفرت سيئاتي، كفرت سيئاتي منك لله، لما انت عارف ان هو بيعمل الزفت ده كله. ما خبطتوش قلمين على وشه ليه؟ بدل ما هنروح كلنا في داهيه يا عم اياد. الكلام ده كان ايام الشقاوه. وعلى فكره الواد علي ده ما بيشتغلش لوحده يا بكرو، ده معاه شويه عيال ساعه بيشتغلوا تحت بير السلم، بيمرمطوا الموبايل كله. بيبرمجوا. هتنسيني الكلام منك لله؟ بقول لك خد الوصل بتاعك راجع وقطعه قدامي. يلا شكرين يا عم اياد. بس بيني وبينك يعني اللي انتوا بتعملوه معانا ده ما يصحش، يعني قدام العيال السريحه والعيال اللي بيبيعوا طيار. يعني كفايه كده، ولا انتوا لسه بتشكوا فينا وبتدونا وصولات امانه وحاجات كده؟ يعني اخص عليك يا شباب،
تصدق بقى هتزعلني منك. هم كلمتين كنت مزنوق فيهم وحابب اقولهم لك. هو فيها برضو الكلام ده؟ هو في عمايلنا وعمايلكم برضو يا جدع؟ احنا واحد يا جدع. بس النمره دي بنعملها مع العيال عشان بس كله ياخد باله. ماشي ما تزعلش مني. اسمع ده بكره جاي في طريقه اوصلك ولا ايه؟ ده لا بتفق مع العبيد رجاي هيروح يعلقوني في الاسم ويصوروا لي كريب. صوروك لوحدك؟ طب انا اعمل لك ايه؟ اطلع بره. بره 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 من حرق دم. الو 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 يا عم زيزو انت فين يا عم؟ عند زيدان في المكتب؟ طب انت هتغيب عنده؟ لا انا هقفل وهطلع بقى. طب انت جاي ولا ايه نظامك بالظبط؟ اه شفته دي مصيبه دي. اه طيب ماشي ماشي هستناك هستناك لما تيجي نتكلم بقى. يلا سلام. بقول لك انا هاخد الفلوس معايا مش هسيبها في الخزنه. حاجه في دماغي كده لما تيجي هقول لك. اه عشان بس لو جيت فتحت وما لقيتش الفلوس ما تتخضش. اه يلا سلام. بقول لك ايه منك لله سلام. ما خلاص بقى يا عبد العزيز بيه ما الموضوع اتفضل. ما انا لو عديتها له يا باشا هيسوق فيها. بص سيبني انا اتصرف ولو ما عجبكش بتصرف انت بعدين. والله العظيم يا باشا لولا ما عليك لكنت فرمته. لكن اعمل ايه؟ اللي تشوفه سيادتك. لا 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 بص يا زيزو انا عايز مزاجك حلو على الاخر. ما تنساش انه بكره معانا مع المحافظ. تلاش يا باشا انا ظبطت كل حاجه وعملت الحجز. بقول لك يا وليد ما تيجي معايا بكره تشوف قريه اخوك السياحيه والمره تغير جو. ممكن برضه. بس قول لي يا باشا بعد اذنك بصفه سعادتك يعني مساعد وزير سابق هو في تعليمات عليا للضباط يتعاملوا بسخافه مع الناس؟ خش عني يا اخوك يا زيزو انا مش قده. يا باشا والله العظيم وليد بيعزك جدا وكان نفسه يجي قابل معاليك. ما هو مشرفنا في البنك وقريب جدا هيترقى كمان. بس يا ريت بقى يخليه في المحاسبه وبس. يا باشا البلد محتاجه اعاده تاهيل و... طبعا اللي محتاج يتكلم في البلد لازم يبقى على درايه كامله بالمخاطر اللي بتتعرض لها من الداخل والخارج. بص ابقى فوت عليا مع زيزو وانا هشرح لك بعدين يا وليد. ها يلا اوصلكم بالعربيه. لا يا باشا انا عايز سعادتك 10 دقايق كده. توكل انت على الله واحمد ربنا انك هتنام النهارده في حضن امك. ماشي بس الكلام ما انتهاش بينا هنكمله بعدين. تشرف. السلام عليكم. مع السلامه. سلام يا وليد. ايه يا زيزو كنت عايز تقول ايه؟ والله يا باشا انا استخرت ربنا وقررت ارشح نفسي للمجلس الدوره الجايه. بس ده لسه بدري. وماله نشتغل عليها من دلوقتي. وانا طبعا محتاج اسمع خبره حضرتك الطويله في المشوار ده وابدا من اول السطر. اشمعنى يعني انت عمرك ما فكرت في كده؟ مليك شايف يا باشا بقينا نتبهدل ونتجرجر على الاقسام. الحصانه يا باشا خلينا نشوف شغلنا بهدوء. ايوه بس عضو مجلس الشعب زي ما له حصانه عليه قيود كمان. يعني مثلا مش هتعرف تخلص شغلك بنفسك. دي بقى مقدور عليها بس سيادتك توافق وترحب. وماله؟ خد مقعد العمال وانا الفيات بس لازم تراضي الحاج توخي عشان ده مقعده. سعادتك انا مستعد لكل حاجه. ماشي بس فاضل مشكله صغيره يا زيزو. مجلس الشعب يعني وجاهه وسمعه واسم نظيف. ما تفهمنيش غلط انا عارف ان انت راجل زي الفل. اللي تقول عليه يا باشا. اذا كان اللي اقول عليه يبقى تتجوز سناء. هو الراجل المفضوح ده كلمك؟ كويس ان هو كلمني. مش احسن ما يكون طلع الورقتين العرفي دول ساعه الانتخابات ويبقى المجلس بالنسبه لك باي باي؟ سمي نفسك اسم مره. ايه ده ايه ده ايه ده يا جماعه اللي بيحصل ده؟ حرام والله. دي جريمه ضد حقوق الانسان. والله بقى هو اللي جابه لنفسه. انت ناوي تعمل ايه في الكلاب ده؟ مش عارف يا اياد. مش عارف ده ايه يا عم زيزو. هننشره طبعا. ننشره فين يا اخويا؟ في التلفزيون يعني؟ لا هننشره على النت عشان العالم كله يشوف ويتفرج على الافتراء اللي بيحصل ده. ايوه بس كده يروح في داهيه رسمي. ما في 60 داهيه طالما فاسد ياخد على دماغه. ايه ما فكرتش في الراجل اللي بيتعذب ده؟ ما تهدى علينا شويه يا عم الثوراجي. ما تهدى علينا انت شويه يا عم زيزو. طب اخويا قال له بقى لم لسانك قدام الراجل اللي مظبطنا. اهي مظبطنا دي بقى في حد ذاتها فساد. اوه انا زهقت من ام الكلمه دي بقى. يا ابني لازم يبقى في فقير وغني وغني وفقير. هي الدنيا كده. الغنى والفقر بيد ربنا. لكن لما الغني ياخد من بق الفقير عشان يغتني. ومين بس قال ان ده اللي بيحصل؟ الله الفقير ده يا اما غبي يا اما كسلان يا اما بقى راجل متواكل. يا سلام. يعني انت بقى عايز تقنعني ان كل الشباب اللي مش لاقيين شغل دول يا اغبياء يا كسلانين يا متواكلين؟ هم اللي مش عايزين يشتغلوا
ما عندك انا اهو مثلا من وانا عيل صغير قد كده شقيان في الشارع حلمت ان امسك قرش وده قانون ربنا خلقه في الدنيا على قد ما تتعب بتاخد انما اللي بتتكلم عنهم دول بقى يا حبيبي قاعدين يحلموا ويشتكوا بس ما هو لو كان في قانون يوزع الثروه بين الناس بالعدل ما كناش هنحتاج للبلطجيه والمشبوهين يقفوا واسطه بين دول ودول الحق بيعرف صاحبه يا زيزو ومين وكلهم يقفوا بين الاغنياء والفقراء ومين يضمن لو اخدوا من الاغنياء هيصرفوا على الفقراء وما يحطوش في حساباتهم بره واللي بيدفع رشوه عشان يمسك وظيفه حساسه لما بيبدا حياته المهنيه ما بيفكرش في اي حاجه غير انه يلم اللي دفعه وبس مفيش حد بيدفع رشوه عشان يخدم البلد انما لو كل الناس شالت ايديها وسابت القانون يكافئ المجتهد ويحاسب الفاسد البلد دي هتبقى اعظم واجمل من كده بكتير طبعا لكن بقى لما بس منك لو ده ايه الزباله اللي ماليه دماغكم انتوا الجوز دي عليا النعمه انتوا لو ما تخصوني كنت بلغت عنكم وخلصت انا هقولك على حاجه اخيره يمكن تعرف تنقلها لبتوع الحزب بتاعك ده وانا اقدر انقل كلامك ده ارغي يا اخويا اقسم بالله العظيم ان الناس دي عارفه ومتاكده ان هم فاسدين وحراميه لان الضمير ده فطره زي الجوع والعطش كده القطه لما بتخطف من قدامك حته سمكه بتجري عشان تاكلها بعيد لانها بتبقى عارفه انها سرقت لكن لما بترمي لها انت راس السمكه بتقعد تاكلها جنبك وهم طبعا مناصبهم مطمناهم وعاملين نفسهم مش سامعين صوت المحتاجين لكن استفزازهم للناس بكسبهم عن التنميه والرخاء هيخلي الناس تندفع لحاجه واحده بس الثوره الله قال لك ثوره لو الناس عايزه تصور يا حبيبي كانوا صاروا من زمان الكلام ده بقى كلام ناس مثقفين زي حالاتكم كده والمثقفين بتوعنا دول عاملين زي تجار شارع عبد العزيز والموسك بالظبط بيشتغلوا في المستورد والمبلول ويقولوا على بضاعه الخواجات اصلي والبضاعه الصيني مضروب بس هما بقى ما عندهمش بضاعه من اساسه والناس غلابه بتشتري الموجود عشان كده بقى احنا ما عندناش خدمه ما بعد البيع الكل بيبيع وخلاص يا عم وليد يبقى خلي المثقفين بتوعك دول يشتغلوا من دماغهم يفكروا في اللي شبهنا ويعملوا اللي يخصونا عشان يبقى الاصل بتاعنا بقى اصلي طب وزيدان الدوري هيسيبنا نقلب اللي اسمه زيزو ده يا ابني ما انا قبل كده قلبت زيزو لصالح زيدان وخليته كمان يشيل نصيب زيدان في القرية ديت وهي كانت وقتها مش شغالة واقفة لكن دلوقتي القرية شغالة وليها اسم وأفواج ونسبة الإشغال فيها عالية كل ده أنا روان اللي عملته انت بس ركز كده وظبط زيدان وساعتها هيبيع زيزو واللي جابه زيزو انا مش عارف هظبطك ولا ظبطه ولا لسه هظبط مين بالظبط صدق انت مركز في حاجه كتيره قوي انت كل ده شغل نفسك بيه ده انت حتى لو ظبطت 100 واحد فوقين كده كده انت الكسبان وانا مش فاهمه يعني احنا جايين نفضل قاعدين في الاوضه ما تيجي نطلع بره نشوف المايه ولا نشوف الدنيا طب ما تيجي نلبس المايو الاول البتاع الفتل ده مبقاش ياكل معايا الدكتورة لبنى لطفي؟ أيوه حضرتك هتستلم ورق الطلاق وتمضي طب لما صاحب القرية عارف ان هي شغالة وواثق فيكي قوي كده عايز يبيعها ليه؟ يا سيدي هو خطته كده يشتري القرية ويشغلها شوية وبعدين يبيعها وعلى فكرة زمانه دلوقتي قاعد مع المحافظ بيمضي عقد قرية جديدة برضه هيشغلها شوية وهوبا يبيعها وطبعا مش هتنسيني طول ما انت يا حياتي فاكرني عمري ما هنسى كده طب ممكن اسالك سؤال نو ده وقت اسئله لا لما انتوا سمنا على العسل قوي كده
والراجل سدد لك ديونك وانقذك من السجن، عايزه تبيعي ليه؟ على فكره عيب جدا جدا اللي انت قلته دلوقتي ده، عشان ببيع له قريته وبمكسب كمان، ده اسمه بيزنس. طب تم جميلك بقى وظبطي لي زيدان الدوري عشان انا محرج منه. ايه ده ايه ده ايه ده، انت فاهم غلط خالص. زيدان الدوري تحديدا انت لازم تظبطه بنفسك، وما تنساش اللي اتفقنا عليه، هتقول له ان انت عرفت موضوع بيع القريه ده عن طريق واحده صاحبتنا مشتركه ما بيننا احنا الاثنين، لغايه ما تمضي وتسجل. ده انتي ده انتي بقيتي لعيبه قوي. ما هو اللي ينزل الجبلايه يا عم ده لازم يتعلم الاردنه. ووو ووو ووو. ليك حق. انا بعت لك قنديل عشان نتكلم هنا على رواقه، بعيد عن دوشة المحمول والحاجات اللي عندك دي. خير يا اخوي؟ كان عايز اعرف انت دفعت الواد بهلول ده كام؟ دفعت له 40,000. نعم اخويا؟ بقى انا اقول لك 10,000 تدي له 40,000؟ ما انا مش هدفعك حاجة، قول لي بقى الموضوع اللي انت عايزني فيه. انا مش هنطق ولا هقول اي كلمة الا لما اعرف مين اللي دفع الفلوس دي. زيزو ارتحت؟ خش بقى في موضوعك المهم. يبقى سناي ادتهم له قنديل. هتتكلم ولا قوم امشي؟ وبعدين بقى يا قنديل انا مش ناقصك انت كمان، يعني يضحك على البيت وياخد فلوسها؟ لا بقى الافتراء حرام، سناء هي اللي عرضتهم عليه مره واتنين وتلاته وخلاص، الراجل خدهم وعمل محل، بقى عنده محل وبضاعه. ايه بقى الموضوع اللي انت عايزني فيه؟ خلص بقى. عايز ابلغك يا سيدي ان عاصم طلق لبنى بنت لا حول ولا قوة إلا بالله. دي ست الستات يا أخي، ما تتخيرش عن ابنك. وأنا بقول لك كده يعني عشان لو شفتها ماشية لوحدها أو أي حاجة دماغك ما توديش وتجيب. الحاجة التانية، الدوري بيه طلع زيزو من الاسم من عند عاصم، أنت عارف إنه قرش ملحته؟ يعني قليل إن ما وداش السلوم. هقول لك انا هنعمل ايه، هناخد هديه نروح نبوس دماغه عشان عاصم باشا. بس بقول لك ايه، هو طلعها يمين طلاق يعني ولا هيردها؟ بقول لك بعت لها ورقتها. والله يا ابني ما كنت اعرف لا انا ولا امه الا بعد ما حصل الموضوع ده. بس بقى عايز اقول لك حاجه بتاعت ربنا فعلا بجد، يعني هو مكتوب فوق لو خديجه المحمود هتبقى خديجه المحمود. ايه خديجه المحمود؟ ايه ده اخو ياسين وبهية؟ سناء انت واقفه بقالك كتير؟ جوايا كلام كتير قوي ومش لاقي حد غيرك اتكلم معاه. طب تعالي ادخلي. بس انت شكلك كنت خارجه. يا ستي انت اهم، تعالي ده انا مبسوطه قوي اني شفتك. انا وانت همنا واحد. احنا بقى لازم ننسى همومنا دي بقى ونبتدي من جديد. يعني انت قدرتي تنسي عاصم؟ عاصم هو اللي نسيني. بالورقه دي خلاص انا بقيت حر. عاصم طلقك؟ عاصم فتح لي باب الزنزانه اللي دخلتها باختياري. كده تبقى مشكلتي كبرت ما صغرتش. مشكلتك جواك يا سناء وانت لازم تحليها. كده هتروحي تتجوزي زيزو وضيع انا. يا ستي افهمي، انا لا هتجوز زيزو ولا غيره، ولو عايزاني انا اروح اكلمه هكلمه. اه والنبي صحيح، طب كلميه. هو انا مش عايزه اتجوزه علشان انا عايزه اتجوزه، انا عايزه اتجوزه علشان انا حاسه اني ضعيفه، حاسه اني عايزه ترمي في حضن امي واعيط، بس خايفه تقول عليا مجنونه. يا ستي افهمي، مفيش حضن هيداويكي غير حضنك، ولا ايد هتطبطب عليكي الا ايدك انت، افهمي بقى. كلمي والنبي كلمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وأنت قاعد مستحمل كل ده ليه يا ابني؟ انزل، مش قادر على ده كله، انزل يا حبيبي. انزل، لما تنزل أنا هتصرف. اللي تشوفه يا ابني، اللي تشوفه. هقول لك إيه يعني؟ مع السلامة. مع السلامة. ماله صالح يا بابا؟ أخوك تعبان قوي هناك، كفيل مطلع عينه،
عايزني ابعت له فلوس. منين بس يا بابا؟ انت عارف ايراد المكتبه بقى ازاي الاول؟ الدنيا اتغيرت. انت بس لو تسمع كلامي تغير المكتبه. غير المكتبه؟ اعمل ايه يعني؟ محل فول وطعميه؟ انا بنتي طول عمري بشتغل الشغلانه دي. طول عمري ما بين الكتب والكراريس والكشاكيل، ما اعرفش اشتغل شغلانه ثانيه خالص. انا ما قلتش كده يعني، بس لو فرضنا يعني ان احنا قلبنا المكتبه صيدليه ممكن تجيب ايراد احسن من كده، خصوصا يعني ان المكتبه في مكان حلو في شارع عبد العزيز. وانت بقى ترتاح يا بابا. ارتاح؟ قاعد في البيت يعني؟ انا لو قعدت في البيت يوم واحد اموت. بعد الشر ما تقولش كده، انت الخير والبركه. ايه الجواب اللي معايا كده؟ دي قسيمه الطلاق. متضايقش نفسك، انا كده تمام مبسوطه الحمد لله. انا هروح الاجزخانه اللي كنت شغاله فيها قبل كده علشان ليا فلوس هناك، وبعدين عندي مشوار كده هخلصه واجي على طول. لبنى انا مش عايزك اليومين دول تخرجي وتطلعي كتير، فهماني طبعا؟ فهماك يا بابا، بس ما تخافش عليا، انا بميت راجل، انا بنتك. انا عارف ومتاكد كمان. ربنا يحفظك يا بنتي. مع السلامة. ده الموبايل ومعاه الضمان بتاعه. الصيانة برضو عندنا. ها، مع ألف سلامة. السلام عليكم. وعلى الله، أي ريح طيبة أرسلتك يا مولاتي. ازيك؟ شاعر برضه. تبيع موبايلات بقى، تبيع بطاطا، هتفضل طول عمرك شاعر. والله العظيم ده يوم مفترج وساعة حظ. اتفضلي اتفضلي. الشغل ماشي ازاي؟ الحمد لله رب العالمين، طمنيني عليكي. أنا الحمد لله تمام. أنا كنت جاي أعتذر لزيزو يعني على اللي حصل من عصره. يا ريته مسافر، ده لو عارف إن ده هيحصل كان زمانه دلوقتي عايز يتحبس كل يوم عشان تيجي تعتذر له كتير. عاصم ما بقاش جوزي على فكرة. نعم؟ من امتى؟ من النهارده، وده للعلم بس يا شاعر. شاعر؟ شاعري ونيلة ايه بقى؟ ومن اين لي بالشعر؟ طب انت شمتان ولا فرحان؟ انا مش فاهمه. انا منفصم المشاعر والله، يعني هي غمه وانزاحت الحمد لله، بس هو طلاق بجد وحق وحقيقي ولا؟ افصل بقى، دي التلاجه بتفصل. حلو المحل على فكره، كان نفسي اجي الافتتاح يعني بس ما كانش ينفع. طالما ده أول تشريف لجلالة الملكة عندنا يبقى لازم نقدم فروض الولاء والطاعة وعلى أعلى مستوى. إيه ده إيه ده؟ أنا مش جاي أشتري محمول. لا 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 لا، ومين قالك إنك هتشتريه؟ أنت بس هتتشرفي وتقبليه عشان يبقى شرف لينا وجواه الخط بتاعه، خط بتاع عالية القوم. لما أحوش ثمنه هجاخده. مجرد بس إنك تلمسيه تبقي قبلتيه مننا وشرف لينا يا دكتورة. استني. وبعدين يزعل منك بقى صاحب المحل. صاحب المحل؟ صاحب المحل لو كان واقف مكاني وشاف الابتسامه المشرقه دي كان وقع من طوله. بقول لك ايه؟ قولي الو. ما تبصش في الساعه يا حاج وهدي، ما هو كده مش هنلحق الطياره، واوعى تقول لي ان احنا هنبات. يا زدان بيه يا زدان بيه، كنت خايف من الحكومه، اتصل بيها وخليها تاجي وتحصلنا. الحكومه لو جت هنا يا حاج وهدي مش هنمشي ولا اسبوع، وانا عندي مشاغل كتيره جدا في مصر والله. عليا الطلاق، ما انت ماشي وهتقعد معانا الليله او تتعشى معانا وتحضر البيعه كمان. ايوه كده. بيعت ايه دي؟ القرية ديت عبد العزيز بيها يبيعها. اي لا انت بتهزر. لا ده حقيقة يا بيع. مجنون ده ولا ايه؟ احنا جايين نبيع ولا نشتري؟ هو عايز البيع واحنا لازم نكون معاه ونوافقك كمان. موافقه ازاي يعني؟ هي الطلاق بالتلاتة، ما انت ماشي ومقبوض عليك النهاردة، وان شاء الله هنقعدك في احسن جناح هنا. ايوه يعني اعمل ايه؟ ارمي نفسي بالعربية عشان اخلص منه؟ احنا حابينك وعايزينك تقعدوا معانا كتير. ايوه يا ايه. نعم. طيب وده حصل امتى؟ مش عارف مش عارف يا اياد، مش عارف يعني مش عارف. الله اياد مين يا عم؟
انت يا عم رومانسي فكك من مغامراتك دي. طيب انا هكلمك كمان شويه. ماشي سلام. بتكلم مين؟ لبنى اتطلقت يا وليد. طلقت احسن. طب وانت مالك؟ مش انت اخويا وابن البكري؟ عايز اعترف لك بسر، ساعات بحس اني مش قادر انساها. هو انا لسه بحبها؟ بقولك ايه يا عم زيزو؟ طب هي اتطلقت، انت بقى ناوي ترجع لها ولا ايه؟ اول ما اياد قال الخبر استغربت احساسي، يعني اتلخبطت كده، بقيت حاسس اني عايز اشوفها وحاسس اني ممكن ارجع لها وان لسه يعني في مشاعر ناحيتها. بس اتضايقت. وهي اتطلقت امتى بقى؟ النهارده. تسال ليه؟ طب بقولك ايه، قوم النبي، قوم روح شوف شغلك ولا شوف حاجه مهمه، اي حاجه تعملها يعني، اشغل نفسك. في ايه يا عم انت؟ ما تتكلم. اتكلم ايه يا عم، دي ما بتضيعش وقت، دي عامله زي التوك توك، عارف التوك توك؟ التوك توك الجديد ده، هي عامله زيه بالظبط، تنزل واحد من هنا لا واحد تاني راكب على طول. صدق ان انا حمار. صدق عيب عليك. انا اللي حمار. ما انا بتكلم معاك، فاكرك خلاص كبرت لي. هي الحقيقه اصلها بتوجع، اصل انا جيت لك على الجرح يا زيزو. طب اقول لك، دي ما تكلمهاش في التليفون، ولو كلمتك ما تردش عليها، دي تقابلها وجها لوجه، واللي احساسك يوديك ليه هو ده اللي تصدقه وتمشي وراه. طب انزل الميه، يلا ارجع الميه، ارجع يا جدع. ما خلاص خلصت حاجتي من جارتي. بص الحركه دي. بسم الله معلم بهلول، وربنا وحشني. اتفضل. اصيله شابرو، كله بان عشان رد سجون معاد انت. جدع عيب ما تقولش كده، السجن للجدعان. الجدعان في الخيابه. صحيح بعد اذنك يا معلم بهلول، يعني لو الزمن رجع بيك لورا وانت قاعد مكانك، يعني كنت هتسرق المعلم شرشاب وتاخد فلوسه؟ انا ما باخدش غير حقي يا صبرو. حقك، ما اتمنتش اللقمة علينا. حقك، اقول حقي بس يا صبرو. حقك اخويا، حقك. وبعدين معاك يا جدع. انا اسف، معلش. طب وانت عملت ايه مع المعلم قنديل في الفلوس يعني؟ اتلقموا عليا ولاد الابلسه، ودونا 40,000 بدل 65. طب ما حلوين اخويا، 40,000 بدل 65. اقول لك على حاجه، انت ممكن تفتح فاترينا وتشغل ال 40,000 يعملوا لك 100 باكو في الشهر. ما انا قصدك في كده. ايه رايك تحط الخميره اللي معاك على الفلوس اللي معايا ونشتغل سوا؟ واسيب زيزو؟ زيزو ده خلص خلاص، ما فيش زيزو. زيزو خلص. خلص خلاص. خلص اشرب. خلص اللي تزور. اللي تشوفه خلاص. زيزو خلاص ماشي. بيني وبينك يا معلم بهلول، زيزو نفسه كبرت علينا. نفسه كبرت وايده طولت وعينه فرغت وخد اللي ما ينفعش يدفع فلوس عشان يرجع يا شابرو. للدرجه دي شايل منه؟ خدها مني كلمه قالها معلمين على البرج الغدر وفي حريمهم برضه، اللي يخونك وفرشك ودفاك يبقى موته دواه ودواك. ايه؟ اصل ايه يا معلم بهلول؟ بقى بس يعني تنفع ما اطلع اغنيه اللي ايه اللي بقول معاه، اللي يخونك في فرشك ودفاك تشد له ال حاجه يبقى موته دواه ودواك. ربنا يبارك لك يا رب. طب هو زيزو خانك في ايه؟ انت ليك عارف وبتشتغلني. لو ربنا وربنا ولا عظمي يتحرق زي السيجاره اللي انا هولعها دي. سادي بطل ضحك بقى. سادي يا شبرو. سناء حبيته يا شبرو. ماشي. بعد ما انت طلقتها يا معلم بقى. وراش عرفني يا جدع، وراش عرفني. لا انا ما اعرفش. وراش عرفني ان انا بعد ما طلقتها. قوم بينا. نعمل ايه؟ قوم بينا يا صبرو. نعمل ايه طيب؟ قوم بينا هنشايش بره. طب امال احنا انا عازمك يا صبرو بره هنشايش. طب ما احنا بنشايش يا جدع. قوم بينا بقى. حاضر. طيب حاضر يا معلم. قوم بينا انت لوك عين. حاضر. والنبي لوك عين. حاضر. بتشوف. حاضر. انا عارف ان عبد العزيز بيستضيف معايا وعشمان تساعدني يبيع بالسعر اللي قلت لسعادتك عليه. شوف يا عماد بيه، القريه دي اتبنت على ايدي وانا عارف قيمتها كويس جدا. صدقني انا لو كان معايا كاش كفايه كنت استرديت نصيبي فورا. نصيب سعادتك محفوظ يا باشا. ايوه بس الرقم اللي انت بتقول عليه ده رخيص جدا يا عماد بيه. وبعدين انت عارف ان زيزو ده تربيتي، هيصدقني واي كلام هقوله هيمشي. انا مش هاوي يا باشا وعندي نظر. ونظر سعادتك ده في حدود كام يا عماد بيه؟ اللي تشوفه معليك بس بشويش عليا. طيب انا هاخد اد روان هانم مرتين. روان هانم تاخد من البايع يا باشا. لا كده حضرتك مش مصدقني، واحسن بقى ننهي الشغلانه دي. 2 مليون بس تمشي لي بالسعر اللي اتفقت معاك عليه. يا عماد بيه انا بقول لحضرتك ان عبد العزيز وروان دول تلامذتي، انا هاخد الضعف يا باشا. 4 مليون هم دول اللي من تحت الترابيزه.
بس لو روان طلعت واخده اكتر من 2 مليون انا هزعل جدا يا باشا. وانا ما اقدرش على زعل معليك يا باشا. ما تخزيش، انا برضو محتاج اصدق انها ما خدتش اكتر من 2 مليون جنيه. وحياه زيدان بيه مش هتاخد اكتر من معليك. يلا نتكل على الله ونسجل بكره. لو ليك في الشيشه خش دوس. انا ماليش فيها والله، انا اتخنقت من الدخان بس. طب بقول لك ايه يا زيزو، ما تسيب الرجاله كده تشايش براحتهم ونروح احنا. اصبري يا روان اصبري، عايز اقول لهم كلمتين. قول، خلينا نفوق للدخان. قول. بص يا عم، ايوه دي الخرايط وانتوا بقى خلاص عرفتوا طريق المهندس. ايوه بامر الله من بكره الصبح عايزين نبدا شغل على طول. خلاص افهمنا، قوم بقى مع الحاجه المزه اشوفها عايزاك ليه. اهو قال لك افهمنا، قوم بقى مع الحاجه المزه. وانت مستعجله ليه بس؟ الراجل قاعد من بدري مستنيك، المفروض نروح نقابله دلوقتي. يا ستي ما هو قاعد مع الدوري بيه، يخلصوا وييجوا. طب انا هخرج بره عشان من شويه اكسجين احسن، انا خلاص مش قادر اتخنقت. اتفضل انت يا بيه. وليد ركز معايا كويس، بعد 3 دقايق اتكلم عبد العزيز على انك ست الوالده وتسال عن حاله. قول له ان روان خدت 2 مليون من تحت الترابيزه وزيدان معروض عليه قدهم، خليه يفركش. فهمت؟ فهمت جدا. طيب اتفضل يا باشا. زي ما عليك. لك يا باشا. اهلا يا عزيز. اتفضل يا ريس. لا مؤاخذة يا ريس، كان عندي شوية شغل كده بلمه. يا بسم الله. ولا يهم معاليك يا باشا، طالما كده كده حضرتك هتضيفنا. القرية قريتك يا ريس. عماد بيه المشتري الجديد وأستاذ عبد العزيز صاحب القرية كلها. كله بعض بقى. بالعكس، أنا حاسس إن إحنا هنتفق إن شاء الله. ده بقى يا زيزو باشا السعر بتاعي. قليل يا معالي الباشا، الاسعار هنا كلها كده والسياحه لعبتي. ايه رايك يا روان هانم؟ رايي في ايه بس؟ انا النهارده موظفه بس وقاعده معاكم ضيفه شرف. بص يا زيزو، انت عارف القريه دي اتبنت على ايدي وعزيز عليا جدا، بس السعر اللي مقدمه عماد بيه برضو مش وحش. بص يا باشا، مزعلش مني، واضح ان انا هستنى على البيع دي لحد ما اسمع سعر احسن. صدقني يا باشا، ده سعر النهارده، والتاخير هيحرم معاليك من استثمار تمنها في أي مشاريع تانية. كلام معقول جدا. بتفكر في يا زيزو؟ ما زيدان بيه قالك المفيد. شوفوا يا جماعة، أنا آخر كلام عندي طمع. ده وقته دلوقتي. ألو. أيوة حاجة. لا إحنا زي الفل. إيه؟ لا إحنا كويسين. يوم بأمر الله بكرة الصبح هنكون عندك. ماشي، مش عايزة حاجة؟ النبي سلام. مع السلامة. كنا بنقول ايه؟ كنت بتقول آخر كلام عندي ايه بقى؟ قبل آخر الكلام لازم أضمن الكوميشن بتاعت حبيبة القلب. مين حبيبة القلب دي؟ روان هانم. ما احنا هنتجوز قريب قوي، بس طبعا البيزنس بره الليلة. بس أنا ما عملتش حسابي على كده. طالما هتتجوزوا هتبقى المصلحة واحدة، يبقى هتاخد ليه يعني؟ سيبك مني أنا بس يا حبيبي، شوف أنت بس شغلك. ونقدر على الأقل إحنا لسه ما اتجوزناش، إنما ده شغل. وبعدين أنت اللي جايب المشتري. هتديها كام يا باشا؟ اللي تقول يا باشا، بس المفروض إن هي تاخد من معاليك عشان هي اللي جايبة لك المشتري. الكلام ده لو هي سمسار، لكن الستات الحلوين لهم برستيج تاني. اللي تشوفه يا باشا، بس نستقر على السعر الأول. أنا آخر كلام عندي ده. والهانم ليها 2 مليون من تحت الترابيزة. عبد العزيز بيه، أنت مش هاوي عشان تقول كلام زي ده؟ وبعدين السعر اللي عرضه عماد بيه ده مقبول جدا. والله يا باشا أنت حبيبي وأستاذي، بس أنا بصراحة ربنا طمعان في سعر أكتر من كده كمان. المكان مكانك يا ريس، خد واجبك. طلع انصح مني ومنك. دي مش نصيحه يا دوري بيه، ده علم. هتلعب على مين يا صايح انت وهو؟ ما
معلش يا لبنى اتأخرت عليكي، كان عندي كده كام مشوار عملتهم. يلا اطلعي انت بقى على فوق استريحي وانا هحصلك بعد ساعة كده ولا حاجة. حاضر، بس ما تأخرش عليا عشان نتعشى سوا. لا مش هتأخر. ايه ده في ايدك ده؟ استني، ايه ده؟ موبايل؟ تفقتي زي الناس اللي بتشتري موبايلات ولا ايه؟ انا يعني وانا راجعة كده عدت على المحل بتاع عبد العزيز عشان اجيب تليفون، بس اياد يعني ما رضيش ياخد مني فلوس. طب انا هطلع. لا لا استني، انا كنت عايز اقول لك على حاجه. بصي يا لبنى، والله العظيم ثلاثه، انا لما وافقت يعني انك انت تتجوزي عاصم انا كنت بفكر بعقل وقلب الاب. معلش ما كنتش فاهم ان الموضوع ممكن يعني يوصل للدرجه دي. انا اسف. ما تقولش كده يا بابا، انا عارفه ان انت طول عمرك بتحبني وبتخاف على مصلحتي. اللي حصل ده نصيب، انا راضيه بيه. طب ثانيا بقى، الفتره بتاعت العده دي يعني مش بس عشان حفظ الانساب، لا ده ربنا سبحانه وتعالى عملها كمان علشان ده يهدى شويه، فاهماني؟ يهدى وده يعرف يفكر كويس. يا رب تكوني فهمتي. سلام يا حبيبتي. انت ماسك حرامي. انا مش عارفه انت عملت كده ليه. الراجل كان عارض سعر كويس. ده راجل تاجر بيشتري عشان يبيع، وتاجر على تاجر ما يلفش. غش انت بس تلاقيك زعلانة على 2 مليون العمولة. بطل استظراف، انت قلت عايزين نبيع وانا بس جبت لك مشتري. طب لو ما كانش اصلك في العمولة بتاعتك كنت خلصت معاه. يا سيدي ما هو قالك مش هنختلف، انت بس اللي قلبت الترابيزة بدري بدري. اهو شفت بقى، اديك زعلانة على العمولة فعلا. هو انت عايز تزعلني بالعافية؟ لما تاخديني قلبين احسن. طب قول، هو موضوع الجواز ده بجد ولا كلامه فيلم هندي بس عشان الكوميشن؟ انت شايفه ايه؟ شايفه اني همشي واسيبك. طيب انا كلها اسبوع عندي شويه شغل في مصر وهرجع اكتب وابدا معاك مشوارنا يا جميل. صدقني هموتك، مش قادره اصدقك ابدا. الله منك ايه، انت بتشتغلي بلد. ايه انتوا هنا وانا قلب الدنيا عليكم؟ ايه خير؟ لا ابدا مفيش، اصل الحاجه اتصلت عشان كانت قلقانه شويتين. هي كلمتني يعني وانا اطمنت عليها. تمام. طيب يا حبيبي، انا هروح المكتب بس عايزاك ضروري اول ما تخلصت عليه. قول لي ايه عملت؟ ايه قلبت الترابيزه طبعا بناء على تعليماتك. مين؟ رد 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 رد، ما تكسفش مني. طب انا همشي. انت هتشتغلني؟ ماشي. نايس تو ميت يو زيزو. الو، ازيك؟
يا شاب رحت جدع. طب بقول لك اول ما يجي لك يبقى اديني مستايه واستنوني قدام معرض الشرشابي. ها سلام. تعالى يا ام واقفه كده ليه؟ انت بتعملي ايه؟ ابدا بغسل هدمتين لعبد الرحيم. الله 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 ايه الشياكه دي كلها؟ على فين بقى بالشياكه دي كلها؟ رايح اتجوز يما. يا ولد بطل هزار، ريح يا لبنى بدلنا ويت. ربنا يكرمك ويسعدك يا ابني. عايزين اتجوزها يما. انت بتعاندني ولا بتعاند نفسك؟ مش دي اللي كنت هتطخ عشانها زمان ولا ما كانش حب؟ حتى بعد ما اتطلقت من عاصم. بقول لك ايه؟ اسمع كلام امك، تعالى انا وانت نروح نطلبها من ابوها. المرة دي بقى مش هيقدر يكح وهي تتمنى. انا رايح اتجوز يا امه بس مش لبنى. يا لهوي مش لبنى؟ امال مين؟ مين؟ انا مش عايز اوجع دماغك بالحوارات دي يا امه، هي غلطه كده يعني، غلطه وانا بلمها. غلطه؟ ومين بقى الغلطه دي ان شاء الله؟ سناء. يا لهوي يا لهو ياني سناء، تسيب الدنيا دي كلها وما تلاقيش غير ديك؟ نسيت اللي حصل لابوك زمان؟ نسيت مراتك اجيالك كانت هتطخ بالنار عشانك؟ لا بقول لك ايه؟ بقول لك ايه يا ابني؟ كله الا دي؟ ولا عايز تقهرني؟ جرى ايه ياما بقى؟ لا لا يا عبد العزيز ياما. افهميني افهميني. افهم. انا داخل على الانتخابات ودي غلطه هتعمل لي شوشره وهتحرمني من دخول المجلس، اعمل ايه بقى؟ انتخابات ايه؟ واحنا خدنا ايه من الانتخابات دي وهنرفع ايه في الانتخابات ديت؟ الا دي يا ابني. لا يا ابني الا دي. صلى على النبي بقى ياما. براحة عواطف. انت ناوي ناوي بقى تموتني مقهوره؟ لا ناوي تموتني مقهوره. معاش ولا كان اللي موتك مقهوره كده برضه اهون عليك تنكدي عليا يعني ياما؟ وانا مخنوق ومتضايق وفيا اللي مكفيني، ينفع؟ يعني خلاص ناوي تسيبني لوحدينا يا ابني؟ احنا مالناش غيرك يا ابني. لا ما انا هجيبها تعيش معانا هنا كمان. بقول لك ايه؟ انا لا طايقاها ولا طايقه اشوف خليتها. حرام عليك يا ابني. استني استني. يا باشا لا يا باشا كله تمام، انا جاهز. لا اجيب المأذون وجاي على طول. ربنا يخليك. سلام. اتفضل 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 اتفضل. يا عواطف ايه ده؟ بدل ما تتقالي دعوه حلوه كده من قلبك. ده عيالك يا ابني، ربنا يسعدك. سلام. ربنا يسعدك يا ابني، يبعد عنك كل شيء راضي. ردك ايه على الكليب ده يا حضره النقيب؟ ساعتك جبته منين يا فندم؟ الوزاره بعتهولي، والوزاره جايباها من على اليوتيوب. لما حقوق الانسان بعتت لهم مذكره وباسمك. العالم كله بيتفرج على فضايحك، عامل لي فيها بطل الابطال. انا نصحتك قبل كده يا عاصم وانت ما سمعتش كلامي. وريني بقى هتعمل ايه قدام الراي العام. يا باشا دي عيال سوابق ومجرمين، والقانون لوحده مش هيجيب للناس دي حقها. يا باشا احنا لما بنضغط عليهم العيال دي بتعترف والحق بيرجع لاصحابه. تاني يعني انت مقتنع بكده؟ طيب يبقى قول الكلام ده بقى في التحقيق. انت من دلوقتي موقوف عن العمل يا حضره النقيب. اتفضل امضي بالعلم، ومن بكره تدور نفسك مكتب عشان يبداوا معاك التحقيق. تمام يا فندم. على السلامه. ايه يا عم بس الرومانسيه دي كلها؟ رومانسيه؟ رومانسيه ايه بس؟ انا حاسس ان المكان كله هنا بيبص علينا. يا سلام، عايز تفهمني يعني انك عمرك ما خرجت مع واحده قبل كده؟ تخيلي هو لو انا كنت خرجت مع واحده قبل كده كنت هبقى قاعد متوتر بالشكل ده؟ سيبك انت، قولي لي بقى هو انت ازاي مامتك سايباكي تخرجي لوحدك وانت مفهماني انها امين شرطه؟ طب وطي صوتك احسن، مين الشرطه يسمعك؟ ليه انت جايبها معاكي ولا ايه؟ هي اللي قاعده تقرا الجورنال هناك. احنا هنهيس بقى ولا ايه؟ مش تهييس والله. ماما الله يخرب بيت جنانك، اللي شوفك قاعدة هادية كده في البنك ما يخطرش على باله حركاتك دي. وانت مالك مروق كده ليه؟
شكل زباله طبعا. انا فاكر ان انا خارج معاكي من ورا اهلك، طلعوا اهلك هما اللي هنا وانا اللي مش عارف. طب ايه، هتناديها ولا اقوم انا اسلم عليها؟ انا مش عارف اعمل ايه. سيبها براحتها، وديني قلت لك انا ما بعملش حاجه من وراها. قول بقى. اقول ايه بس؟ ده انا هين عليا اقوم انط في النيل. يا عم هي من فضلنا واحنا نعمل مش واخدين بالنا. طب اقول انا طيب؟ تقولي ايه؟ بص يا سيدي، انا اول حاجه شدتني ليك شكلك، حسيت كده انك واخد الحياه جد. بس فخدت اسمك بقى وعملت لك سيرش على جوجل ولقيت عندك مدونه، دخلت قريت فيها كلمه كلمه. بركاتك يا عم جوجل، وعجبك اسلوبي طبعا. عندك اخطاء نحو بالهبل. نحو؟ نحو ايه بس دلوقتي؟ لا خلي بالك انا بكتب قصايد باللغه العربيه الفصحى كمان. بالفصحى كمان؟ يبقى اكيد انت بقى سنو وايت اللي كتبتي القصيده وعلقتي على كلامي، صح؟ صح. عجبتك؟ قريت كلامها؟ اه وفاكره كمان. يا طالع الشجره هات لي معاك فكره تكبر وترقينا من خوفنا تشفينا وتردنا احرار وبعهدنا ابرار نحلف وقت الخوف يترد لينا الشوف عمانة يبقى نهار وعمانة يبقى نهار. طيب طيب انت ايه اتسرعت يا فاتن؟ سلام عليكم يا طن. طن خش يا خراب البيوت. امال فين سناء؟ موجودة. ايه يا عم شرشابي، انا عندي طنط نعمة هو معاه المأذون. ما تفضل يا مولانا. زواج سعيد ان شاء الله. ربنا يبارك لك. ايه الحكاية؟ زي ما تقولي كده اصلح فيش السخان البايظه. فيش السخان مش صلح نار يا سناء. اه يا حاج، يبقى هات معاك الدوري بيه والحاجه قنديل ونبي ما تنساش، وبطايقكم عشان اعمل لكم فيش وتشبيه. ما تبلش شربات يا حاجه بقى. يا ما انت كريم يا رب. من عيني يا اخويا حبل الشربات حالا. مؤاخذه اتاخرت عليك يا احلى واجمل سناء في الدنيا دي كلها. والنبي يا واد انت باين عليك ابن حلال، ده انا يظهر كنت فاهمك غلط. بس انا مش عايزاك. ما عندناش بنات تقول لا، خش يا مولانا انت على الانتريه. يلا يا حاج هات لنا البطايق كده وقسمه الطلاق عبال ما وكيل العروسه يطلع. حاضر يا اخويا عناي. بس انا مش عايزاك. ايه هو بالعافيه؟ طب قولي لي بكرهك كده وناخد المأذون واتكل على الله. طب انت جاي تتجوزني علشان بتحبني ولا جاي تتجوزني علشان شفق؟ شفق يا خرابي. يا بنت بطلي كده، الناس طالعه على السلم، خش الجهاز يلا. طب انت جاي تتجوزني علشان بتحبني ولا جاي تكسب فيا ثواب؟ نكتب الاول ونروح بيتنا، انا هناك اقول لك كل حاجه. ماشي. وانا مش هكتب الكتاب غير لما اعرف انك بتحبني قد ما بحبك. يلا بنت خش البسي الورقه والبطاقه. تمام. يا ساتر يا ساتر. اهلا يا مهوات، اتفضل يا حاج بيتك برضه. السلام عليكم يا اصحاب البيت. اهلا وسهلا. اتفضل لك يا بيه. اتفضل يا بيه. اتفضل يا بيه. ممكن تكلم معايا صباح؟ مين حضرتك؟ اتفضل معانا من سوغات. سوغات؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ خليكي في حالك يا نسمة. انت كمان عارف اسمها، انتوا مين؟ اتفضل معانا نخش شوارع. يا جماعة انتوا أكيد تقصدوا حد تاني خالص. حضرتك وليد عبد الرحيم فاضل، اتفضل معانا. اتفضل بقى. طب ثواني. طيب طب بلغي أخويا، بلغي أخويا. طب هات نمرته. طب ثواني لحظة واحدة بس، لحظة واحدة يا جماعة. طب روحي شارع عبد العزيز يا نسمة. شارع عبد العزيز. حاضر. خلي بالك أنت من نفسك. بس عبد الرحيم فاضل في شارع عبد العزيز. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أي الصلاة والسلام. ثانية واحدة يا مولانا قبل أي حاجة، هو ده حاج الشرشابي. ده شيك ب 180,000، 65 بتوع العروسه كانت مديها لها ادورهم يعني، والحمد لله داروا وكسبوا الضعف كمان. هيتبقى 50,000 جنيه، ده مهر العروسه. اصيل يا ابن عبد الرحيم. تربيتك يا حاج، كل شيء باوان. طب والشبكه؟ نفسي في شبكه يا زيزو زي بقيه العرايس. يا ست انزلي الصاغه انت وطنط واشتري اللي انت عايزاه وانا رقبتي سداده. بهزر. انا الذهب عندي كتير. المهم عندي انت. اصبري طيب لما نكتب الكتاب الاول. شو وقت حساب خالص. خد يا ابني ادي لعمك قنديل ال 40,000 جنيه بتوعه، والباقي حلال عليك انت ومراتك. ده وقت حساب يا استاذ شادي. اكتب يا مولانا. يلا توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مولانا. ايه تخلصت عن المأذون ولا ايه؟ الحمد لله تمام. الف مبروك.
الشعب ايه بس وبتاع ايه؟ يا عم شوف مصلحتك، دي نبخه جامده قوي. ما تركز بقى يا حاج، الراجل قاعد معانا. الله، طب ما انا بقول عشان الراجل قاعد معانا. والله يا زيدان باشا انت ليك الجنه، اهل الدايره هارينك طلبات ومفيش متشكرين، دي حاجه غريبه جدا. ما هو العمل العام ده يا حاج متعه، زي ما تقول كده ربنا مسخر ناس من عباده ويحببهم في خدمه المحتاجين. وادينا هو قريب هنتشرف بعبد العزيز بيه. يا سلام عليك يا راجل يا سامح، ربنا يخليك لمصر يا باشا. ايه بس ده لسه بدري قوي على الموضوع ده. واديني بقول من دلوقتي اهو، اللي مش هيدينا صوته في المنطقه ذنبه على جنبه. والنبي يا زيدان باشا بلاش تاخده معاك، احسن يتشغل عندك. السلام عليكم. اهلا يا عاصم باشا، دايما بتيجي متاخر كده. اتفضل يلا اتفضل. اختك اتجوزت يا عاصم، كلها مبروك. مبروك. طيب اتوكل انا بقى على الله وبامر الله كلكم معزومين عندي الليله. ناخدني معاك، انا اصلا ماجل ارتباطات كتير. يلا بينا. طب وانا عروس. الله يبارك فيك. شكرا. طب انا هحضر شنطتي وجايه وراك. الله يبارك فيك. قومي يا قنديل. يلا بينا. قوم اشوف هنعمل ايه. يلا بينا. رب حته 6600 ارنب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك يا باشا، هو فين 13 شاب عزيز؟ هو قال لك فين؟ ومين اللي قال؟ اللي قال لك 13 خالتي. اه خالتك؟ اه. طب هي عامله ايه؟ هي فين شارع بس حضرتك لو سمحت؟ طيب طب انت ايه اللي جابك من هنا؟ طيب مين بقى؟ طب بص، شايف بص اخر الشارع ده كده؟ تمام. شايف عربيه الكبده اللي عند الصيا هناك الحمراء دي؟ اه. هتاخد شمال من بعديها كده على طول. تمام. في اول يمين. تمام. هتلاقي موقف الميكروباصات الرمسيس. اه اه. هتاخد عربيه ب 35. عارفه. هو هيضحكوا عليك. لا ما تخافش. هتنزل عند الجامع. هتاخدها كعاب كده على شارع 13 على طول. طوالي بس بقى. بس تنزل عند الجامع. عند الجامع وطوالي. قبله. تمام تمام. ربنا يستر طريقك يا رب. ربنا يستر طريقك. بقول لك ايه يا عبيال، هو 13 شارع عبد العزيز ده فين؟ اهو في العماره اللي قدامنا. ده الراجل ده غريب. لازم صباح الخير. صباح النور. لو سمحت انا بدور على الاستاذ عبد العزيز. لا هو الاستاذ عبد العزيز مش انا. نسمة بشتغل مع اخوه في البنك وهو اتقبض عليه. ايه؟ يا نهار اسود، اتقبض عليه امتى فين؟ من ساعه تقريبا، كنت انا وهو ومامتي في كازينو وقوم امن الدوله، انتهالي امن الدوله. طب طب يعني اخدوها من الدوله على طول على هناك؟ ايوه. طيب طيب اوكي اوكي. طب متشكر قوي، انا هتصرف، انا هشوف انا هعمل ايه في الموضوع ده. مش اوكي. طب لو سمحت بقولي اي حاجه. طب انا هبلغه وهنشوف. طب انا مش عارف، معلش انا ملبوخ، انا اسف جدا. انا اسف. شكرا. متشكر قوي. نعم يا اختي، انا نهرج جيتي مصر ازاي يعني؟ امال مين هيدور القريه هناك؟ هو لعب عيال؟ انت فين؟ شارع عبد العزيز؟ عند محل ايه انت؟ فين يعني اليافطه دي؟ بكر شعيب؟ طب بصي، وصلي عنده الناحيه الثانيه هتلاقي. صباح الفل يا حبيبي. هتلاقي زيزو ملك المحمول، ده المحل اللي هو الثاني. يلا سلام. عبد العزيز وليد في امن الدوله. يا نهار اسود، مين اللي قالك كده؟ دي اسمه زميلته في الشغل لسه جاي قايل لي دلوقتي حالا. انت هادي اخره الانترنت والزفت اللي احنا فيه يا عم. بس شوف هنعمل ايه دلوقتي. ايوه يا باشا، يا باشا اللي حضرتك كنت عامل حسابه حصل. وليد راح من الدوله يا باشا، مسكوه. انت ستك؟ لا، اللي يوصل قبل تاني استنى، انا عايز اطمن مع حضرتك. حاضر يا باشا، خلي بالك من المحل. اوصل وطمني. ها روان. زيزو. هاي يا حبيبي، ازيك؟ مالك فيه؟ اطلعي بسرعه لامن الدوله ويسك وليد اخويا. ايه ده ايه ده؟ امتى ده؟ امتى؟ اطلعي بس. ايه ده؟ ما توسعي يا زفت انت. بنتي بنتي مش من اولها يا زيزو. يا بنت الجزمه امشي من هنا، الورق هيضيع. وات مين؟ انت خلفت بنتي كمان؟ كان جوازه سودا، اخويا احمر ممسوك في امن الدوله. ارتحتي؟ وليد يا خرابي، سنينك سودا معايا يا زيزو، وحياه امي لعبايتك في السفره اول يوم. يا بنت روحي وانا هحصلك. هتحصلني انت وانت عيالك صودا معايا. اطلعي يا روان، اطلعي يا روان. دوسيها دوسيها، مش عايزها دي. مش عايزها، دوسيها. عاجبك كده يا اياد؟ يا دي النيله.
سابت له دناه وراحت، والواد يحب عيني كل شويه عيان وسخن. سلامته الف سلامه يا خالتي، اشغالكم طيبه وحنينه، ربنا يرحمها وربنا يجازي زيزو في خير يا رب. تعيش يا بنتي. امال انت لابسه اسود ليه؟ جيت عشان خاطر تعزيني في حالي، لقيتني انا اللي بعزيكي. اعزيكي؟ هي امك كويسه؟ امي ماتت من زمان، ماتت بعد اسبوع واحد لما اتجوزت الدكتور شوقي. الباقيه في حياتك يا بنتي دي كانت اكتر من اختي ليا، ربنا رحمها، كانت صاحبه عيل. ماتت وسابتني في النار يا خالتي. هي ايه اللي جرى؟ ربنا جزاني جزاء طمعي، كنت فاكره ان انا هتجوز دكتور وخلاص، مش هبقى ممرضه، هبقى مرات الدكتور. الا انت مش اتجوزتي الدكتور وربنا رضاكي؟ ربنا رضاني جزاء طمعي. ايه اللي جرى بس؟ طلع مريض ومرضه ملوش دواء. اعوذ بالله، الله اكبر الله اكبر. رماني معاه في النار يا خالتي. نار ايه يا بنتي؟ الله اكبر، بعيد عنك وبعيد عن المستمعين يا رب. طلع مريض بالسهرة. اعوذ بالله، الله اكبر الله اكبر. تحملت مرات مراته الاولانيه، قلت عيش. مره يا خالتي حملت بس قلت اسقط نفسي، خفت على ابني. والنبي يا بنتي الغلبان ما بيشبعش غلب. وديني خرجت ايد ورا وايد قدام. ايه طلقك؟ لا مات. هي دنايا يا بنتي، ربنا يصبرك. وده حصل امتى؟ اسبوع ده التاني. واول ما مات مراته دخلت الشقه واخدت العفش كله، وطلعت انفض ايدي. معلش يا خالتي صدعتك، بس انت عارفه طول عمرك انت اللي بشكلها. استني تعشي معانا، قومي نعمل لقمه ونكلم زيزو، زمانه نفسه يشوفك قوي. لا يا خالتي كتر خيرك، بالهنا والشفا انتوا. بس انا كنت عايزه اطلب منك طلب، عايزاكي تكلمي لي زيزو يشوف لي اي شغلانه بعد الظهر، انت عارفه مرتب الحكومه ما بيكفيش اي حاجه. عناية يا بنتي. طيب يلا على الباب. والنبي يا مريم قومي افتحي الباب عقبال ما نايم عبد الرحيم. حاضر يا خالتي. سهلا يا اختي والنبي حلوه وجميله حماتي، والله العظيم بحبك ووحشتيني. اخبار صحتك ايه؟ يا رب تكون كويسه. قولي لي طبخه ولا اخش سخان؟ اصل انا كنت بفطر الصبح وفجاه لقيت زيزو طب عليا هو والرجاله، على ما خلصنا الليله بقت دلوقتي وبقيت فطسانه من الجوع. قولي لي هتطبخي ولا اخش اسخن؟ انا نازله يا خالتي. الله يكون في عونك. يلا يا اختي مع الف سلامه والقلب دعيلك. يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. ايه ده؟ انت من اولها هتعملي عليا شغل الحموات بتاعك؟ لا حرام عليكي، ده انا لسه في اولها وعروسه. وبعدين خدي بالك انا ممكن احطك في قلبي واقول لزيزو ما شفتهاش. اسمعي يا بنتي اللي ما تستميش انت، عشان ربنا يكتب لك لقمه تعيش في وسطينا. سامعه والله يا حماتي سامعه. اسمعي يا بنت، والله ما وطيتي حسك وحطيتي عينك في الارض لاكون رميكي من الشباك عند ابوكي. فاهمه يا بنت ولا لا؟ والله العظيم فاهمه، انا بس كنت بهزر معاكي. وانا ما بحبش الهزار يا عن امك. واعملي حسابك. عامله حسابي والله يا حماتي على كل حاجه. بصي انا لو جيت ضايقتك اشخطي في وشي، ولا اقولك اضربيني بالقلم. اصل انا بموت في العنف، وبعدين لو زودتها شويه وانا ناويه ازودها تقومي جايباني من شعري وتقومي حطاني تحت رجليكي وتناوليني باي حاجه تقابلك في وشك. ايه رايك؟ عطفتي يا حبيبتي. عطفها مين؟ جاك قطع لساني. ايوه كده، دوري معايا واشتميني وهزقيني، اعملي اللي انت عايزاه. بقولك ايه، ما تقطعيني وترميني في الزيت. لا بكتاب الله، ده جايب لي واحده من المرسان وبشهاده كمان. انا عايزاكي تعذريني يا نينا، انا عندي مشاكل نفسيه، اصل انا جعانه، مش جوع اكل، جوع للبيت، للدفى، للعيله، للونس. حماتي تنكفني وانا نكف فيها، عيالي اللي ما خلفتهمش يبقوا بيدوخوني جوه البيت كده ومحدش بيسمع كلامي، جوزي يفضل طايح مع النسوان وانا دايخه ورا طول الليل كده، يعني جعانه. لا تلميذي ايه ده، انت استاذ كبير. بس انا عايز الواد ده يخرج دلوقتي لو ما عليهوش حاجه. الله يخليك، شكرا.
افندم؟ لا طبعا مش ناسي، اعتبرها بتاعتك كمان. طيب يا سيدي، طيب متشكر قوي، شكرا، مع السلامة. اخوك هيخرج بعد ساعة. مش عارف من غيرك كنا عملنا ايه يا باشا، ربنا يخليك لينا ولمصر. بقول لك ايه يا زيزو، بطل بقى بالنبي شوية حاجات البلدي دي وافهم المفيد. ماشي يا باشا، أنا معاك من غير أسئلة. بص بقى، أنت عايز تشيل حكاية الانتخابات دي من دماغك خالص. نهائي. عيش حياة الناس العاديين بقى وخلاص. رأي يا باشا، أنا أنت كنت بتخدم مع الشرشابي لما جوزتني بنته؟ يا ابني الموضوع لا فيه لا شرشابي ولا سناء. موضوع واضح زي الشمس، بس أنت اللي مش عايز تشوف. شوفني وأنا أشوف. دلوقتي مش أنت عايز تبقى عضو مجلس الشعب وتحت ظل الحكومة والحاجات دي؟ تيجي إزاي دي بقى وأخوك ضد الحكم؟ الله، هي دي حاجة جديدة على الواد يا باشا، ما سيادتك عارف. والناس مش عاجبهم يا أخي، أدي الله ودي حكمته. يا باشا ما أنت أكيد برضه عند سيادتك حل للموضوع ده. لا، الحل إنه أخوك يبطل شغل العيال ده. ما تجوزه يا أخي، خليه يتلخم في العيال وينشغل على اللي في دماغه. هاي دادي. سوري، أنت معاك حد؟ لا تعالي يا حبيبتي، ده عبد العزيز بيه وكان ماشي كمان. توكل أنا يا باشا. طب خلي بالك من روقنا، أنا مستنيك بره. مامي فين مال؟ مامي سبتها في النادي. سبتيها في النادي جاي لوحدك ولا ايه؟ اه. الله، طب ما قلتش يا ابني ليه الكلام ده وازدان الدوري هنا؟ كنا عرفنا ناخده وندي معاه في الكلام. اقول ايه واتكلم في ايه بس؟ ما انا فرح وبتاع، تحقيق بكره هنعمل ايه؟ ما تتصرف يا شرشيب، الواد هيضيع. انا اتصرف، انا اتصرف. ايوه يا قنديل، انا عايزك في حاجه ضروري جدا جدا جدا. اطلب بقى زيدان الدوري وخد لنا اقرب ميعاد ممكن نقابله فيه. لا حاجه ما تنفعش في التليفون، تعدى عليا الصبح في المعرض. ايوه، اول ما تصحى عد عليا، هبقى اقول لك بعدين. مع السلامه. وانت يا ابني بقى مش ناوي تعقل وتهدى كده عشان مستقبلك؟ حاضر يابا، بس انا عايزك في موضوع تاني. خير؟ انا مش عارف اعيش من غير لبنى. لبنى؟ لبنى دي يا ابني انت اتجننت؟ الله، انت بطلعها رسمي والست بريئة. اروح اقول لها ايه تاني ولا اقول لابوها ايه؟ انا عارفه طبعا، انك عارف ان انا بنت اصول ومتربيه، عشان كده ما رضيتش اكلمك واخوك محبوس. قلت اسيبك شويه دماغك تروق وتهدى وبعدين نتعاتب. شيك قوي المكتب، بس يا خساره ما اشرفتش على الديكور، كان هيطلع قشك. بس مبروك. الله يبارك فيكي. بقى انا مفيش حاجه بقى مستاهله العتاب. يا سلام، هو انت عايز تبيع القريه من ورايا وتقولي مفيش عتاب ليه؟ هو احنا مش شركه ولا ايه؟ عارفة يا روان أكتر حاجة بتعجبني فيكي إيه؟ إيه يا حياتي؟ بجحتك يا دمك. أو ربنا بجحتك. هو إحنا شركة وإحنا مش داريين ولا إيه؟ لا 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 لا، مش حلو اللون ده عليك وأنت قاعد على مكتب شيك. أنا لو مش باقي عليك ما كنتش جيت عاتبك. على فكرة أنا لسه شارياك ولسه كمان فاكرة وعدك ليا. اتفضلي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه المبلغ ده؟ انا حقي اكتر من كده بكتير. انت مش شايفه الشيك ولا ايه؟ عايز اكتر من 3.5 مليون. هتسددي كل ديونك وتبوسي ايدك شعر ودقني وتدعيلي، ولا بلاش تدعيلي دي احسن تقلب معايا عكسي. لا يا حياتي، انا هادي عليك. عايز تاخد قريه ب 3.5 مليون جنيه وتبيعها بالمبلغ اللي انت قبضت واسيبك ليه؟ انت فاكرني هفق؟ هفق. انت هفق وده اللي عندي. ماشي يا زيزو، بس زيدان بيه مش هيعجبه الكلام ده ابدا. زيدان بيه؟ شوفي بقى يا ستي، انت تطلعي من هنا على مكتبه جري واعملي اللي نفسك فيه. روحي بقى عيطي له. عارفه مكانه ولا اجي اوصلك؟ لا يا حبيبي، مكتب زيدان بيه عارفاه كويس وعرفه قبل منك، بس برضو يكون في علمك ان زيدان بيه ده الكارت الاول، لو ما نفعش فيه غيره كتير وانا مش هسيب حقي. كسر حقك. بقول لك ايه، انا مش ناقص كلام نسوان، اتكل على الله وسيبيني في حالي، انا راجل مشغول. ماشي يا زيزو يا بتاع الموبايلات.
تدخلش حد عليا دلوقتي. مالك يا عبد العزيز؟ مش اخوك رجع بالسلامه؟ قوم انت بقى لعروستك وانا هستناه لما يخرج من الحمام. ولا هي لحقت زعلتك تاني؟ ليه كده يا حاجه؟ ده انا حتى لابسه لك اخضر عشان تبقى سنه خضرا علينا كلنا. هو اللي جاي من الصبح ومش طايق نفسه. خش جوه يا سناء، خمسه كده اتكلم كلمتين مع امي واحصلك. يعني خمسه بس مش هيبقوا 10؟ ما تخش جوه بقى. حاضر يا حمص. يا لهوي، ده احنا ما كناش نسوان. بقول لك يا اما، عايزك تتكلمي كلمتين كده مع وليد، منك انت يبقوا خفاف، مني انا يستتقلهم. هو وليد مزعلك في حاجه؟ لما يتجرجر ويتحبس ويتمرمط لازم ازعل، لما تصرفاتي تبقى ضد مصلحتي وشغلي يا اما لازم ازعل. عقليه يا اما، خليه يفضوا من اللبش بقى وخلينا نشوف حالنا. اول مره اسمعك بتتكلم وانت زعلان من اخوك يا عبد العزيز. يا ستي انا مش زعلان منه، انا زعلان عليه، ولو يرضيك اللي بيعمله حط جزمه في بقي واسكت. لا بعد الشر عليك. لا يا حبيبي ما يرضنيش، انا هقعد معاه واكلمه. الخمسه خلصت ولا لسه؟ الاخضر هيدبل. منوره يا معلم بهلول. عارف انا والواد بكر ندمانين على ايه؟ دي احنا ما دخلناش معاك السجن. على الاقل الواحد لما بيخرج من السجن الناس بتمشي تشاور عليه وتقول هم دول السمالينا ملانا. ربنا ينولها لك يا اخويا. الف الف مبروك يا عبد بهلول على فكره، براتك اتجوزت زيزو. شكلك هتروح جثه النهارده يا عم. ده بيعايرك يعني؟ لا مؤاخذه، مش بيقول لك حاجه تضايقك. انت كمان جاي تعاكدن عليها شبرو يا عم؟ عاكدن عليك ليه لا سمح الله؟ ده جواز على سنه الله ورسوله ومأذون وشهود وعيال باذن الله. يبقى شقك يا ابن المفرطه. انت شقنا ده؟ ايوه شقك يا جدع. طب ليله سناء هتبقى بيضة عشان هي ورا، لكن انت ليلتك هتبقى حمرا باذن الله. خلاص يا بكر، سيبك دلوقتي يا شبرو عشان ما موتكوش انتوا الاثنين. خلاص يا بكر، عشان العيش والملح والصحوبيه اللي بينكم. أصيلة بكر. اقعد يا معلم. اقعد اقعد يا معلم بهلول، شدلك نفس يهدي اعصابك ويفور دمك. اقعد يا معلم. بتاعت النون هنا. اقعد يا معلم، حقك عليا. الحشيش ده حشيشك والقعده المعفنه دي على حسابك. اهو انت جرحتني يا بكر. بكره ربنا يفتحها عليا واتجوز واحده واطلقها واخد منها 40,000 اشتري بيهم حشيش واوزعهم على الغلابه. 40,000 برضه؟ طب هو خدهم خلوه في مراته. انت مراتك دي ما تعملش 40 جنيه. الفلوس دي فلوسي، الفلوس دي فلوسي، وزيزو هو اللي سرقهم مني. زيزو؟ زيزو ده قشطك. قشطك وخد مراتك. خد مراتك وسرق فلوسك. سرق فلوسك. الف لك واحده كارتيلا. مش عايز زفت. انا قلت لك ما تجيبش جدع ده معاك بعد كده لاحسن. هات يا عم. انا بفطمك يا عم عشان تعرف مين اللي باعك وتدعي له يحبل يا رب. طب يلا انت وانا من هنا. يلا بالهيله. طيب. يلا غرب التلات. عايز انام. يلا يا عم امشي بالهيله. طيب سيجارتين عشان ولا سيجارتين ولا فلتين حتى. ما تزوقيني يا ماما. اواد يا بابا ده زيزو هياخدني. يلا يا جدع. بالسلامة يا عم. انت اللي واقف. امك مين اللي زواك؟ يا عم تعالى بالهيله. بقول لك يا اما، انا مش قادر اتكلم دلوقتي خالص. بكره انا بنكمل كلامنا براحتنا بعد اذنكم. ده كلام يا اما؟ بقول لك كلميه وحسابها يخش جوه. معلش يا ابني اصبر شويه. ايه النظام؟ ايه النظام؟ عايزه ايه يا سناء؟ ايه يا زيزو؟ ايه يا اخويا احنا مش هننام النهارده؟ شش. عايزين نسيبهم لوحدهم ونخش. وهي هتفضل قاعده لنا زي العسكري كده؟ وربنا يقول لها. طب ما تقول لها انت هتخوفني. اما بتقول لك ايه يا عبد العزيز؟ حبيبتي يا حماتي، والله يا حبيبتي بنسهرك معانا وتعبانه كده، شكلك هفتان. انت شكلك مش واخده على السهر صح؟ مالكيش دعوه يا سناء. بقول لك يا اما من الحق، انت ما بتساليش على عمتي رتيبه خالص. صا وحشاني قوي. اه بقى عمتك رتيبه وحشاك قوي. طب يا اخويا تصبح على خير. وانت من اهلي. يا اما استني بس. الله لو ما كنتش تحلف بس يا حبيبي. اديكي سهرانه معانا. اه طبعا اسهر معاك. ما اسهرش معاك ليه يا حبيبي؟ مالك مالك يا سناء؟ عماله تخبطي على رجلك ليه؟ خير؟ مفيش حاجه يا حماتي. انا هقوم انام عشان اخلص من اليوم الغريب النهارده ده. بقول لك يا عبد العزيز،
انا كبرت خلاص، ما اقدرش استحمل اللي بيحصل فيا ده. بقول لك ايه، انا عايز ارجع شقتي. يما انت تعمل اهلك بعقلها، ده كلام برضو. مين اللي هيجيني دلوقتي؟ حاضر. اهلا. ازيك يا زيزو؟ ازيك يا حماتي؟ ازيك يا جوزبنتي يا حبيبي؟ يا اهلا يا اهلا يا ست نعمة. ايه الخطوه العزيزه دي؟ يا اختي عز مقدارك، لا مؤاخذه يا جماعه، انا جيت كده من غير ميعاد، انا قلت اطمن على وليد وبالمره اشوف بنتي سناء. ايه ده؟ ماما جت. انت ايه اللي جايبك دلوقتي؟ نعم، ايه اللي جايبك دلوقتي؟ بنت في الدنيا تقول لامها ايه اللي جايبه؟ اهي وحشتيني يا حبيبتي. جايبه اللي وحشتيني ده، ما انا لسه سايبك الصبح في البيت. ده احنا لو فتحنا الشباك وودينا ايدينا على بعض هنسلم على بعض. عايزه مني ايه دلوقتي؟ الله، هو في كده يا حاجه؟ في كده يا حاجه؟ عيب يا سناء. طب والله لو انت بايته في حضن بنتك سناء، خدي امك وبيتيها في حضنك، ما تكسريش بخاطرها. الهي يا رب ما يكسر لك خاطر يا اصيله يا بنت الاسود. اصول مين؟ ما تخلينيش اولع فيك النهارده. جرابك. الله، مش عيب؟ انا جايه يا حبيبتي عشان اطمن عليكي، جايه عشان احضنك الوليه واقفه الكسف بحال جنبك. احضني احضني يا اختي احضني. انا كويسه والحمد لله. الحمد لله. ووليد كويس وجه واستحمى ونام، وانت يلا روحي على بيتك. هو الوقت اتاخر، هبقى اجيلك بدري ان شاء الله. مع السلامه. سلميلي على زيزو. مع السلامه يا حاج. وانت ايه؟ مش هتنامي النهارده؟ ما تتلمي يا بنت عبد العزيز. ايوه يا باشا، كنت عارف انك هتكلمني. كنت مراهن نفسي عليك. اللي مراهن عليك دايما كسبان يا باشا. لا انا بكلمك من قلب شارع عبد العزيز ذات نفسه. بيجري يا باشا، الجوكر الجديد بيقش. انا مسميه كده عشان عمل اللي ما قدرش عليه الاوروبي. يلا خلي الجرايد تكتب بقى، ترد عننا اللي اتكتب. كانوا فاكريننا هنفشل. يلا. لا ما انا هعدي عليك بامر الله يا باشا، هعدي عليك اسيب لك شويه شيكات كده. دعينا ليه؟ لا مؤاخذه يا باشا، دعينا ليه؟ لا انت هنا ليه؟ ايوه يا باشا انا معاك. يلا اتكل على الله. هعدي عليك اديك شيكات. سلام يا باشا. عدي على علي. علي بتاع ده؟ خليه يتوب عن المبلول بقى ويجي يشتغل معانا في الصين. لا مؤاخذه معلش، التليفون. معلم زيزو. شبرا. يا حيا جمهوريه الصوت الشعبيه. حبيبي كويس انك انت اتصلت دلوقتي. الواد ناوي يأذيك بجد. لخص يا اخويا، حاطط عينه عليا ازاي يعني؟ انا طبعا مش هنفع اكلمك عشان انا في شغل دلوقتي. لا لو قدرت تعدي عليا انا هفهمك الفوله كلها. ماشي يا معلم، مع السلامه. بص يا ست كولو، وعندنا كمان في نفس الموبايل كده شبرو. أمر يا معلم. أنا سمعت المكالمة. مين اللي عاوز يأذي زيزو؟ ما هو يا معلم دي حاجة بيني وبينه يعني، وما صحش أسيب الزباين يعني. ولا هو يهمني زي ما يهمك بالظبط يا معلم، دي حاجة سر بيني وبينه يعني، ما يصحش لا مؤاخذة يعني، عيب كده. خلاص روح في 60 داهية، أنا هكلمه أنا. ماشي، اتفضلي معايا ست كل، أوريك على الأوبشن التاني. هاي يا زيزو. ايوه اديته 40,000 جنيه. طب ما هو ده حقه. هبته ليه؟ برقبك؟ ده انا اكسر رجله. ازاي ده؟ طب سيب لي انا بس الموضوع ده، سيبهولي. ماشي يا زيزو. طب اقول لك ايه، انا هسيبك دلوقتي، هكلمك بعدين. يلا سلام. الو يا شرشابي، ازاي؟ بقول لك انا خدت لك ميعاد من الدوري بيه. ايوه، وخلي بقى عاصم بيجهز. ماشي، وانا هعد عليك. يلا سلام، مع السلامه. ولا شافعي الواد بالون معدي وقت. امور يا معلمة. جري يا اخوي. ايه بس؟
ما خلاص صدناه وخلصت وخدت فلوسك، عاوز ايه؟ لا مؤاخذة انا قلت حاجة يا معلم. انت واد ماشي ورزيزه في كل حتة ليه؟ وليه بتراقبه؟ انت عارف ان عنده ناس لو شاور لهم بس كده هياكلوك اكل، وبعدين ممكن يتلكك لك، هيدخلك المعتقلات ومش هتخرج منها. وانا مالي بده كله يا حاج؟ ماليش فيه. ياد خليك دغري يالا في كلامك، وانسى اللي سمعته من بواب العمارة ده. زيزو خلاص اتجوزها وبقت مراته. ياكش يتحرقوا بجاز وسخ فوق روز بعض ما دام بعيد عن دقني. انت قد مالك يالا ريحتك شياط كده من ساعة ما دخلت؟ انا ما مكسوف اكلمك. انت في حاجة جواك محروقة ومحرج؟ عايزه يديني محمول صيني اكل عيش، مش بسلامته ملك الصيني. ماشي همشيها لك لو انها مش داخله دماغي. خلاص اجهز وتعالى وانا حديك. ماشي يا معلم، اجهز واجيلك. اجهز واجيلك؟ حتى امك ما انت ناوي تجيبها البر. يعني ايه نقل عربيات من الدخول؟ مش فاهم. والمهندس ده مش تبع المحافظ؟ احنا هنهرج. طيب ماشي، سلام بقى، انا هتصرف. سلام. حط لي الكرتونه دي انا بان، وانزل بقى هات الكرتونه الثانيه. يلا هات اختها. ايه يا عم انت هتخزن لي هنا كراتين؟ ايه ده معلش مضطرين يا حاجه، افهمك دلوقتي. هشرح لك. ما ينفعش كده يا اد، المكتب لسه بزاويته. اسلم باشا. يا ريس الحمد لله تمام. بقول لك يا ريس، العربيات اللي هي محمله حديد واسمنت اللي احنا هنبني بيهم قريه اللسان منعنهم من الدخول عند باب المحافظه. معرفش، الظاهر ان الرام بدات تلعب معانا بقى. طيب ماشي، يبقى كلمني بقى انت قول لي. ماشي. اتفضل. طب سلام يا باشا دلوقتي. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ايه الشغل ده يا معلم؟ فلوسلوس يا وزوز. طب حاسب بقى لحسن ايه؟ يتحسدوا. يخسوا. طب انت ما بتوردش في البنك ليه؟ لا ما انا هقول لك بقى، احنا بنفتح من 8 الصبح 2 بالليل بنبقى خلاص اتقتلنا، فخلاص بنبقى مش قادرين. والنهارده الخميس وبكره الجمعه البنك قافل، فقلنا نجيب الفلوس هنا. والنهارده ان شاء الله برضو هجيب لك الايراد بتاع النهارده كله. يعني الشغل ماشي كويس؟ حياه النبي ما فضع عطس. بقول لك ايه، عايزين بضاعه على بكره الظهر. ما انا كلمتهم هم يبعتوا امر الله. احنا خزننا في كل حته، في الورشه وفي المحل وكمان عند انديل، حتى الريونات كلها حولناها لباترينات وبررناها في الشارع. الباترينه الواحده بتعمل لها 1000 حته. اللهم صل على النبي عشان بس نمسك الخشب. تمام. عايزين 2 حراسه بسلاح. يا جدع صلي على النبي، هي حرب. حرب يا بيه. بكري دلوقتي هو والتجار داخلين على الصيني. ايه رش، احنا عايزين ناخد وش القفص ونتكل على الله. بقول لك ايه، طمني يا وليد اخباره ايه؟ ما انا كنت عايز اتكلم معاك كلمتين كده. استنى. الو مين؟ يا علي. علي. يا علي. ايوه. لا مفيش كرتونتين يا عم. طب لما اجيلك مسافه السكه مش هتاخر. يا عم خلاص بقى، بلاش صداع. يلا سلام. كنت بتقول ايه يا باشا؟ قول. كنا بنتكلم على موضوع وليد يعني، فانا بقول لك اتكلم معاك في الروقان احسن يعني. روقان. اوبا. ليه؟ يخرب بيت شيطانك، صدقي بالله نسيت اني متجوزك اصلا. نعم وحياة امك عواطف. ما تتلم يا بنت بدل ما امك. ما تصبر يا وليه شويه، اهي قاعده جنبي اهي. يا بنت الله يسلمك. يا انت جايه امتى؟ اصبري. اصبر، سيبيه يا بنت يشوف. الحقني يا زيزو، بتضربني يا زيزو. ايه شعري. يا لهوي. الحقني يا زيزو منها. هات التليفون. يا زيزو والله انا قاعده بعيد عنها. الحقني يا زيزو بتضربني يا ابني. والله ما عملت لها حاجه. تعالى خد الخناقه يا زيزو. مستشفى المجانين دي ولا ايه؟ شايف يا زيزو بتشتمني يا زيزو؟ هي كده على طول معذباني. يا لهوي. الحقها بدل ما املالها البني واغرقها فيه. غرقوا عليك من بدري يا بنت. يا حرام يا وليد. يا بنت طب بص بقى يا ريس، انا عايز 2 بودي جاردات يكونوا مسلحين بسلاح مرخص. عيال عداله. لا انا ما يهمنيش الفلوس. لا حراسات وزير ماشي فل. طيب ماشي. طب مع السلامة. اتفضل. السلام عليكم.
ازيك يا حاج؟ ايه يا عم وليد؟ بتهرب مني عشان ما اشوفكش؟ اهرب؟ انا شكلي تركنت اعرفه ولا ايه؟ زمان يا زيزو لما كنت بتعوزني كنت بتعرف تجيبني ازاي؟ وانا في حياتي حد اغلى منك يا حمار انت؟ ما شفتش لما خدوك حصل فيا ايه؟ ده انا كنت هتجنن يا اخي. انا مش فاهم بس هتستفيد ايه؟ لا مش انا بس اللي هستفيد، ده مصر كلها هتستفيد. قول لي بقى، عشان انا امي كلمتني بس ما فهمتنيش بالظبط انت عايز ايه. بس اللي انا قريته ان انت اتضريت من ورايا. بص يا وليد، انا طول عمري انا بس بدفع الثمن، ولما اتكلم على الثمن مش بتكلم عن الفلوس بس، لا بتكلم على طفحة الدم والشقة والغلب في السوق، بتكلم على المر، بتكلم على رمتك بالليل وانت مظلوم وجازز على اسنانك عشان مش عارف تجيب حقك. واللي انت شفته وعشته يا عبد العزيز هو اللي علمني معنى الحق، عشان كده انا مش عايز حد تاني غيرك يحصل له نفس اللي حصل. ما تكلمنيش عن غيري، كلمني عن نفسي، وانا من حق ارتاح. وانا ما وقفتش ضد راحتك يا عبد العزيز، بس انا برضو من حقي ادافع عن الناس المظلومه. يا ابني افهم، انت محسوب عليا واللي بتعمله في وشي. انا مرشح نفسي لمجلس الشعب والامن معلم عليا بسببك. معلم عليك ليه بقى ان شاء الله؟ انا ما بعملش اي حاجه غلط. لا بتعمل، لما تضر اخوك اللي رباك تبقى بتعمل. وليد انا بدفع ثمن اللي انت ماشي فيه، ولو يرضيك اتوكل على الله. طلباتك يا حاج. تبطل حمقة الثورجية دي، أو على الأقل تهدي اللعب اليومين دول لحد ما الانتخابات تعدي. حاضر، وإيه كمان؟ تتجوز. أنا كنت جاي أصلاً عشان أكلمك في الموضوع ده، أنا عايز أخطب. وعروستك عندي، أنا هجوزك بنت الدوري بيه. خلاص يا عاصم بقى، ما تشغلش بالك، أنا قلت لك هصحى معاك بكرة مخصوص وهروح أحضر معاك، كلهم هناك تلامذتي. ربنا خليك لينا يا باشا، وما نتحرمش منك ابدا. اهو بقى ده سر ان الواحد يحافظ على صداقته مع الناس يا حاج. يعني انا مثلا ما رحت لك عشان زيزو، احرجتني، بس انا صبرت عليك عشان كنت عارف ان موقفك حساس قدام العساكر والمخبرين، وعشان انت زي ابني حبيبي. انا طلعت فوق شربت شاي عند العقيد، وعمري ما جبت له سيره في اي موضوع خالص. تقدر تسال زيزو، ما هو بقى نسيبك. يا ريت بقى يا عاصم تقرب منه عشان بقى مفيد جدا. يا باشا والله كل الكلام اللي بتقوله حضرتك حكم، وده احنا بنتعلم منه. زيزو الكهربائي يا جماعه ده انتهى، ما بقاش له وجود. يا ريت يا عاصم تقرب منه عشان هتحس انه بني ادم غير اللي في دماغك خالص. ده اول واحد بدع محمود في شارع عبد العزيز، ده غير القرى السياحيه بقى والاراضي حوالين المدن. ربنا يزيده ويزيدك يا باشا. طب يا باشا بعد اذنك بقى، انا همشي وهستنى تليفون حضرتك بكره ان شاء الله عشان نروح مع بعض. بتهيألي نقوم احنا كمان بقى علشان صدعنا حضرتك النهاردة. سلام عليكم. طيب سلام يا باشا. مع السلامة. سلام يا باشا. نورته. شرفت يا عاصم. ايه اللي انت بتقوله ده يا عبد العزيز؟ اللي انت بتقوله ده تنساه خالص. انا مش هسيب نسمة. ايه ده كده يا وليد؟ وتعالى احسبها بالعقل. عقل؟ واحسبها بالعقل ليه؟ ده حب، دي مشاعر واحاسيس. بص، تعرف ايه انت عن الحب؟ لو انت عشان ما قعدت تحت شجرة بكوبايتين ليمون هتقول لي حب؟ سلامات يا حب. انت اللي تعرف ايه عن الحب؟ ولا انت عشان فشلت في حبك وما طولتش اللي بتحبها عايزني ابقى نسخه منك، وجاي دلوقتي تتريق عليا وعلى مشاعري؟ انا ما بتريقش عليك، انا بعلمك. بعلمك اللي مفيش حد في الدنيا دي كلها ممكن يعلمهولك. يعمل ايه الحب قدام الجوع؟ قدام نظره الناس ليك على انك ولا حاجه. زيزو انا غيرك يا زيزو، انا ظروفي غير ظروفك. ظروفك دي انا اللي عملتها، وانا الاوان بقى الرد الجميل. وعايزنا نرد لك الجميل بان انا اتجوزها، صح؟ طب ما تتجوزها انت يا اخي. يا ابني ما لو كان ينفع كنت عملت انا كده. طب اقول لك على فكره تانية، بعد الانتخابات ابقى طلقها. طلقها وجوز نسمه. ما تطلقهاش وجوز نسمه وعليها اتنين تانيين. ياه، ومش خايف للدوري باشا بتاعك يزعل منك لما لقيني طلقت بنته؟ يا ابني دي متطلقه قبل كده 40 مره وابوها ما زعلش من حد. انت مين؟ انت مش عبد العزيز؟ مساء الخير. ازيك يا وليد؟ ازيك يا لبنى؟ هنكمل موضوعنا في البيت بقى. مبروك يا عبد العزيز.
على المكتب ولا على الجواز؟ انا جاي اسالك سؤال وهمشي اول مره في رد. اتفضلي. ليه؟ يعني بيتهيألي انها حاجه تخصني يعني، مش كده؟ احنا هنلف وندور على بعض؟ ما تحسسنيش اني غلطت اني جيت لك. هو انت كنت جايه ليه اساسا يعني؟ عشان في حته جوايا لسه بتدور لك على عذر، وانا عايزه اسكتها. قول اي عذر، قول اي حاجه وانا هصدقك. انا مش هكدب عليك يعني. عارفه ساعه ما قابلتك حسيت اني ما لقيتكيش، لقيت حد تاني. كل ما ابص في عينيه ما لاقيش حب، لا بلاقي عصب. ما انت كنت عارف لما جيت قابلتني. انا ما اتجوزتش في السر يعني، مش ذنبي اني اتجوزت عصب، وانت كنت السبب. لا ما هو دلوقتي يعني احنا مش في وقت ندور فيه على ذنوب بعض. خلاص نسيني، نسيني زي ما انا نسيتك. ولو عايزه نبقى اصحاب يعني او نبقى مع بعض، تعالي اشتغلي معايا في المحمل، ايه رايك؟ هي دي اخرتها؟ عايز نشتغل عندك؟ لا هو الشغل عيب، ما انا اشتغلت عند ابوكي زمان. سيزو انا لسه بحبك، انا ليه حاسه انك بتنتقم مني؟ ممكن تهدي شوية؟ خلينا في المهم. أنا ممكن أفتح لك المكتبة الصيدلية، إيه رأيك؟ تعملش زي العيال الصغيرة وتحاول يعني تثبت لي إنك بقيت قوي وكبير وكده يعني. أنا مش مضطر أثبت لك حاجة. كده تمام. الحتة اللي كانت بتدور لك على سبب سكتت خلاص. أنا ماشية. ايه يا بابا الروقان ده؟ انت قاعد هنا كده وانا مستنياك فوق؟ الشارع هدي. ام كلثوم خطفتني، قلت اقعد مع نفسي شويه. طب مش يلا بقى، انا هحضر لك عشوه من اللي قلبك يحبها. اسمعيني، هطفي واقفل. ماشي، متاخرش عليا. يلا يا بابا اصحى، انا جبت لك الفطار والشاي بلبن كمان. بابا يا بابا بطل دلع بقى، يلا بابا 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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل.
توكل على الله. صدق الله العظيم. شد حيلك يا لبنى، بقى في حياتك. عاوز يا معلم زيزو يعني سؤال مهم، يعني بطلنا نشتغل في الصيني ولا والله يعني مستدين لغايه الانتخابات ما تفتش وبعدين اكمل؟ نعدي بس الانتخابات ونخش على الشغل التقيل. قولوا لي بقى، انتوا صرفتوا كام وفاضل كام؟ انتوا صرفتوا كام وفاضل كام؟ صرفت دول ايه اللي معاك دلوقتي؟ حسابات دي صح؟ ده الحساب. صرفتوا بقى كام وفاضل كام؟ انت كم معاك؟ خمسة وخمسين ألف معلم زيزو. صرفنا شوية منهم على البوسترات. انت بقيت راجل كبير عيب يعرف الكلام. البوسترات والباقي بوسترات بقى معلم زيزو، يعني زبطنا للدعاية والإعلام وعربنا بقية الناس لشغل بكرة إن شاء الله. ودي الفاتورة بتاعت العربيات والسواقين اللي هما بيلفوا دول في الحملة وشأكلهم وبتزيدهم وسجايرهم وكفية ميزانية كده للأرضيات عشان السواقين الإيه؟ الأرضيات البرشام يعني لبارسة عشان السواقين ما تجزش على بعض. كمان مكيفهم؟ طب بعمل لهم إيه؟ كيف علينا حق؟ ودول إيه؟ ودول بقى الفلوس. طيب خلي الباقي معاك. ربنا يبارك لك يا معلم زيزو. طول عمرك يا ابني خليهم يا جدع. انت تستاهل يا ابني. بتعملوا ايه يا ابني؟ انت هتظفر المكتب ده؟ هتظفر على مين يا ابني؟ بتقسموا ايه؟ بتعملوا ايه؟ انتوا بتقسموا ايه ده؟ عايز ياخد الفلوس كلها. لو انتوا بتقسموها على بعض مش انت قلت كده يا معلم زيزو؟ خد الفلوس. انا قلت كده؟ انا قلت خد الفلوس؟ بدي قلت ايه طيب؟ انا قلت خلوها معاكوا، خلوها معاكوا. طب ما قالش خدوها اهو. خد منها قرشين كده روح هاتلكوا هدوم. خد دي ده بتاع عشان احنا هنقطع بعض. طلع 600 جنيه كل واحد 300. على كام هو كام؟ 700 جنيه. دلوقتي اللي تستعر من اللبس بتاعنا يا معلم زيزو. اللبس اللي انت بتستعر منه ده لبس الشرف والامانه. لبس صراع الانسان مع اخوه الانسان. لبس صراع الانسان بين العاطفه والواجب. هو كده طلب له الشرف بالدهول مع البهدله. امشوا. خساره. اتوكلوا على الله وعايزها تولع بكره باذن الله. انا احرقها لك بجاز. ايه اللي هتولع؟ يلا هديك 400 جنيه ومش انت. تعال تعال تعال. طب ما تمدش ايدك. طبعا اطلع. انا قال لك تعال تعال تعال. كل سنه وانت طيب. مناسبه الذكرى السنويه للقبض عليك. انا بصراحه مش مصدق ان في سنتين عدوا بالسرعه. والله يا عمرنا كله ممكن يعدي واحنا قاعدين نتفرج كده. اه كلامك ده براح حاجة انا فاهمها كويس. انا بقى اللي مش فاهمة. مش فاهمة ايه بالظبط؟ نتيجي نقلبها مواجهة كده ونخلص. ومين قالك ان انا عايز اخلص؟ انا كل الموضوع ان انا عندي ظروف. وانا من حقي افهم ايه الظروف اللي انا بدفع تمنها دي؟ ممكن لو بتحبيني زي ما انا ما بحبك ما نتكلمش في الموضوع ده دلوقتي. اخوك مش موافق على جوازنا. شايفنا اقل من مستويكم صح؟ اه جينا بقى للكلام اللي لا يقدم ولا ياخر. بص يا نسمه، انا بصراحه ما عنديش اي استعداد ان انا اتكلم في الموضوع ده دلوقتي. يا سلام. هو المفروض ابقى قاعده ساكته كده سنتين 10 وخلاص. نسمه انا مخنوق وزعلان ومش ناقص اي حاجه. وانا يصعب عليا زعلك. بس انا كمان لازم افهم، يعني انا كمان ليا عمر افتراضي، لازم في العمر ده اتجوز واخلف
ما ينفعش ضيع كل حاجه. بقيتي تتكلمي زي البنات اللي كل همها الجواز والخلفه وبس. ما هو انا بنت عاديه واكيد الكام كتاب اللي انا قريته ما حولنيش للجبارة. ولو انت فاكر كده بصراحه انا لازم افوقك. طب بس بالراحه عليا. انا يا ستي اتفقت مع عبد العزيز اننا هنتجوز بس بعد الانتخابات. هو ده كل الموضوع خلاص. بطلي بقى قفش عليا شويه. ثانيه دلوقتي انا جات لي 100 سؤال. انتخابات ايه علاقه الانتخابات بجوازنا؟ وبعدين انت ما قلتليش الكلام ده ليه قبل كده؟ بالراحه واحده واحده عليا هفهمك كل حاجه. البنت دي يلزمها قرص عشان تعرف هي بتلعب مع مين. لا عمليه نظيفه من غير دم. طب بقول لك ايه عم اسمع. وديها عند عمتي رتيبه هناك في الجبل. فلا هناك ده هناك هتتربى. هيعلموها العجين والخبيز والتلدين. لا ما نخلص بقى شغلنا وبعد كده تفرج. والله العظيم يا عمي وحياة عظم التربة عندي هنا هم ما يتلم. هخلصه بأمر الله وبعدين أجيلك. ماشي سلام. كل حاجة وليها حل يا جماعة. ما انت شايفه مصمم ازاي يا زيدان بيه؟ ما هو ما ينفعش برضو يا حاج. الله واحنا صغيرين. انا وعدت اهلي والناس ان اخش الانتخابات يبقى لازم هدخلها. ما هو الحاج هيتفق معاك ويدفع لك اللي صرفته يا زيزو. وانا مستعد يا بيه. الله ينور عليك. هدفع لك كل اللي صرفته. وفيقول لي يؤمر بيه الباشا. ساحب بقى وكفايه عليك كده. وبصراحه ربنا بقى انت بتنام في المجلس وبتصحى ساعه التسقيف والناس زهقت. سامع قلة الأدب بتاعك يا زيدان بيه؟ بالهداوة. انتوا لو دخلتوا قصاد بعض كده الأصوات كلها هتتفتت. خلاص يبقى اللي يختاروه الناس حلال عليه. بص بقى أنا هجيب معاك من الآخر. هدفع لك 2 مليون جنيه كاش بس بعد ما تتنازل وتنسحب رسمي. يبقى قابلني ساعة التصويت. ولو فكرت تنسحب مالكش عندي جنيه. مات الكلام. اوعي بقى سريعة تسمعنا بقى. اوعي بقى ما يصحش كده بقى. اوعي صح انك تسيب البيت وانا مش عارفه حاجه. يا ستي مخنوق شويه. هروح اقعد في شقتنا القديمه يومين وبعد كده ابقى ارجع هادي كل الحكايه. خلاص بتكدب على امك وانا تايهه عنك. اذا كان اخوك مزعلك في حاجه قولي وانا ارسل لك قرصه من بتوع زمان. ترسي مين ياما؟ زيزو كبر خلاص. كبر وما بقاش ينفع معاه لا قرص ولا غيره. يا ابني قولي بس حصل ايه؟ ما تتعبنيش انا كبرت على الحاجات دي. هنعمل ايه في موضوع جوازي من نسمة؟ انتوا مش اتفقتوا ان اخوك هيجوزها لك بعد الانتخابات؟ ايه اللي جد في كده؟ اللي جد ياما ان زيزو ما بقاش شايف قدامه اي حاجه غير مصالحه وبس. وبعدين زين بقى البنت الغلبانه دي تفضل قاعده مستنيه سنتين وبعدين يا عالم هيوافق ولا مش هيوافق؟ مش ممكن تجيله مصلحه من المصالح اللي بتجيله دي ياجل لي جوازي سنتين تانيين ولا يلغيه لي خالص؟ قلت لي بقى انت رحت قابلتها بقى ومليتك بكلمتين على بيتك على اخوك. اسمع يا حبيبي ما بيخربش بين الاخوات غير النسوان. ستي حرام عليكي. حرام ما تظلميهاش وما تظلمينيش انا كمان. انا لا هظلمها ولا تظلمني. اعمل اللي انت عايزه بس لو اتجوزت من ورا اخوك انا مش داخله لك بيت. يا ستي ما تخافيش انا مش هتجوز من وراك. والله ما هتجوز من وراك. انا هبعد بس تجنبا لاي مشاكل ممكن تحصل وبعدين هبقى ارجع تاني. هروح فين يعني؟ ما تخافيش قوي كده. هو انا ليا غيركم؟ طيب يلا طيب روح افتح لك يومين. هدي نفسك يومين يعني. سلام ماما. هو ايه الناس دي يا باشا؟ انا الناس دي يعني بالنسبه للراجل الموبايل ده ايه؟ مش مهم انا عرفت عليه بعدين. مش مهم دلوقتي. خلينا في الاغاني. مش مديني وانا صلاح نظم شويه. مش دلوقتي الحاجات دي. مش دلوقتي. من الحق اول ما يجي النجم عايزين نهجم على طول نخطفه قبل ما يخش لجنه التشاور بتاعته. مفيش لجنه تشاور ولا اي حاجه. زيزو بص اول ما اقدمك ليه تسمع اكتر ما تتكلم. مفهوم؟ مفهوم 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 مفهوم. ايه ده يا باشا؟ ده صاير قوي مش زي ما بيجي التلفزيون. هو سابق معالي الباشا. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ازي حضرتك عبد العزيز؟ فضل معاليك. اهلا عبد العزيز. ولا اقول لك زيزو زي بقيه اهل الشارع؟ اللي رايح سيادتك يا باشا. محمود السن دمرنا يا فندم. يا معالي الباشا كده باين علينا هنغير النشاط وهنقلب لبياعين فشار. ما هو الفشار بيكسب برضه. انا عايزكم تلايموها بسعر الاوروبي علشان تقدروا تنافسوا. بنلايمها على الاخر والله يا فندم بس محتاجين توجيهات سعادتك. يا معالي الباشا الباب اللي اتفتح للصيني على البحر ده محتاجين معاليك تردهولنا ولو شويه.
ايه رايك يا عبد العزيز؟ والله يا باشا سيادتك، انا رايي يعني ان احنا نقفل على الصيني ونقفل على الاوروبي ونبدا بقى نفيد بلدنا ونصنع في بلدنا يا باشا. نعتمد عليك في الحكايه دي؟ سيادتك ادي بس الضوء الاخضر لنا واحنا نبدا التصنيع على طول. وداخل مقعد عمال وانت فئات من زمان. ردنا على الصيني ده شويه يا فندم. البلد فيها قوانين ولوائح لازم تتبع. روح لعهدي واتكلم معاه. شكرا يا فندم. متشكرين يا باشا. العفو. تعالى يا عبد العزيز عايزك. انا سعيد جدا يا باشا. سعيد. خلاص انا اسفه. قولي ما تغلبنيش. دوج 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 يعني ايه بقى؟ دوج يعني كلب. قلتها لك 50 مره. دوج يعني كلب. سهل خلاص دي عرفتها. قولي جمل. هي مكتوبة قدامك عربي ولا انجليزي؟ هي مرسومة قدامك عربي ولا انجليزي؟ انا قلتلك مين ما مبتبصيش على الصورة والكلمة نفسها. طب هو الكلمة نفسها مكتوبة انجليزي. افتحلك. طيب خلاص. طيب كمل. خلاص اسيبك بقى تكمل مذاكرتك واروح انكت شوية على جدتك. ها استني. ارحمني. خلاص متشكرة. شكرا. روح. شفتي حفيدك بيعمل فيا ايه؟ ايه ده؟ مالك؟ المرحوم عدى قدامك قلتي تدمعي لي بدمعك؟ والنبي يا سناء ما تهزريش. لحسن انا اللي فيا مكفيه. مالك يا ماما؟ في ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ عيالي هيتفرقوا يا سناء. هيتفرقوا. جلال التوخي جاني وكان ناقص يبكي بالدموع. هتعمل ايه معاه؟ الناس هي اللي هتعمل معاليك. وبعدين سيادتك احنا الناس زهقت ومحتاجه تغيير. نسيت ابارك لك على شركه التسويق العقاري اللي انت عملتها من 9 شهور. شغاله ولا بتقابل عكوسات؟ مفيش اي عكوسات ساعه الباشا. طول ما حضرتك بتمنى علينا بالنصيحه مفيش اي عكوسات. الشركه وصاحب الشركه يا باشا. ولو التوخي هم معاليك تبقى دموعه كمان غالية علينا احنا كمان. محصلش. احنا عايزين ناس حلوة للمرحلة اللي جاية. عبد العزيز اصله تربيتي ما عليك. دماغه متستفة وفاهم في كل حاجة. عارفه يا زيدان عارفه. انا مش هسيبك تعمل اللي في دماغك لانك عاجبني. واحنا متابعينك من زمان. من اول صفقة الجزم وبودرة الميلامين لحد المدن الجديدة. سيبك من المجلس في الدورة دي. لأننا عايزينك في حتة أهم. ما تسرحش. مقعدك موجود في الدورة اللي جاية. بس هتبقى فئات وده وعد. بس هنبعتك أوروبا بقى تعمل 2 دكتوراه في 3-4 أشهر وتيجي. يعني سيادتك الطخ كده يعني خلاص هو اللي هينجح في الدورة دي؟ ما قلت لك بقى انسى الماضي وفكر في كلامي. طيب يعني تنصحني اعمل معاه ايه سيادتك؟ خد حقك بس خف ايدك على الراجل. شغل المحمول ما بقاش برستيجك. التسويق العقاري والبورصه اشيك بكتير. عن اذنكم. ايه سرحان في ايه؟ قال لك انسى الماضي. يلا تعالى يلا. بتزعجي ليه؟ انت مين؟ وربطاني هنا ليه؟ معلش يا عروسي، مفيش هنا خدمة 5 نجوم زي الأكاندا اللي خنتي صاحبها وقعدتي تحفري تحتيه لأجل ما تخربي حياته. زيزو يا زيزو الحقني يا زيزو عشان خاطري تعالى فكيني. زيزو مش هنا. زعجي براحتك محدش هيسمعك. خلاص خلاص أنا مش هزعق، مش هعمل صوت، أنا غلطانة واستاهل اللي جرالي، بس عشان خاطري فكيني. دلوقتي هتقولي غلطانة؟ أيوة غلطانة، وعارفة غلطتي، أنا اللي بلغت عن زيزو، وأنا اللي كنت عايزة أدمر مستقبله زي ما أنتي بتقولي، بس خلاص تبت ومش هعمل كده تاني، خلاص مش هعمل كده تاني. واللي يغلط مش يدفع تمن غلطته؟ أدفع إيه بس؟ ما أنا بعتذرلك أهو، طب بصي كلمي زيزو في التليفون، وأنا هعتذرله بنفسي. مش هشوف وشي تاني، مش هشوف وشي تاني خالص عشان خاطري فكيني مش قادرة اتنفس. ما تخافيش هتباتي الليلة دي بس يعني
قصاد اللي عملتيه. لا لا عشان خاطري مش هينفع اقعد هنا، لو قعدت هنا هموت من الخوف. موتي براحتك وهندفنك هنا تحتيكي. طب اعمل ايه بس علشان تصدقيني؟ هتقعدي هنا لحد ما عبد العزيز يقول خلاص سامحتها. ساعتها هرجعوكي مطرح ما جاتي تتمسي بالخير. يا حجة يا ست يا حجة. انا هخش مستقلة يا باشا. زيزو احنا مش صح ان احنا ناخد قرار خطير وكبير بالشكل ده ومخنا سخن واحنا منفعلين. وبرضه مش معقول يا باشا اصرف المصاريف دي كلها واعمل دعاوى قدام اهل دايرتي وفي الاخر انسحب فجاه عشان البيه راح يعيط لصاحبك. يا سيدي ومين قالك ان احنا هنعمل كده اصلا؟ انت بتعمل ايه؟ بتطفي السيجاره فواحه؟ ايه يا زيزو؟ هي دي فواحه؟ ما طبعا دي ما طفايه. ايه يا عم عزيز؟ يعني دي مش طفاية؟ لا طبعا مش طفاية. شيل شيل ده شيل. بس انا بقالي بتاع 4 شهور بطفي فيها. شيل حد يخش هنا شيل. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان انت هتنزل مستقل وانا متأكد ان انت هتكسب. بس انت موافق تخسر صاحبك؟ طب انت بس قول لي ايه اللي مزعلك في كلامه؟ الراجل ده بيخوفني يا اما مش ناوي لي على خير. ازاي بقى وهو قايل لك مقعدك محجوز الدوره اللي جايه وفئات وده وعده مني؟ مش هو اللي قايل الكلام ده؟ فئات اه فئات دكتوراه من اوروبا في 3 شهور. الراجل ده بيتريق عليا عشان ما كملش الدبلوم. ما حصلش. في لعبه السياسه في ناس كتيره جدا عندهم شهادات دكتوراه بنفس الطريقه دي يا زيزو. بص يا باشا الموضوع كده شكله لا يبشر بخير. عبد العزيز احنا مش هنقدر نخسر الراجل ده. وبعدين هو تلاقيه رمالك حتة تسيبك من المجلس دي عشان يمتحنك يعني اختبار عايز يشوف هتتصرف ازاي رد فعلك ايه هتسمع الكلام ولا لأ. انا قايلك بعد انتخابات الرئاسة اللي جاية البلد هتتغير وعايزين الناس اللي زيك. افهم بقى. عايز يا سناء؟ الله ما انت عمالة ترن ترن طلعت عين اهلي. طب ما يمشي وحر. الله سلام. بص يا باشا كان ايه بقى نشرب عليه ميه؟ انت بتزعق ليه دلوقتي؟ مخنوق مخنوق انا. لا روق يا زيزو عشان نعرف نتكلم. بصراحه يا باشا الراجل ده شكله غريب كده مش هناخد منه حاجه. ده سابخ شنب يا باشا راجل عقرب. لا وانت الصادق ده مربط الفرس. مش انت اللي قايل لي اللي تلعبه وكسبه؟ لا امال قلت ايه؟ انا قلت اللي تكسبه لعبه. ايه اللي تكسبه لعبه؟ انا بقى هطلعك كسبان بورقه الانسحاب الخسرانه دي. ايه رايك؟ المكرونه بالبشاميل اللي انت بتحبها. يعني ما عدتش بتعدي عليا في المعرض ولا حاجه يا عاصم حتى تسلم على ابوك؟ سناء كويسه. يا اقل ما فيها بتسال عليا بالتليفون حتى. عاصم انا عايزاك تفضي نفسك بكره يا حبيبي عشان هنروح مشوار مهم. مشوار ايه؟ امك يا سيدي جايبالك عروسه بتقول عليها بنت ناس ومحترمه. قال لكم ان انا عايز اتجوز؟ حالك وعيشتك يا عاصم هما اللي قالوا لنا. انا يا ابني انا محتاجه اشيل ضناك قبل ما اموت. لا لا يا بابا ما تقولش كده يا بابا. انا غيرك هموت. بعد الشر عليك يا حبيبي ربنا يخليكوا ليا ما يحرمش من دخلتكم عليا ابدا.
انا يا ابني مش هتقل عليك، مش هقول لك شوف، بس انا عايز اشوفك برضو بتجوز ومرتاح يا ابني. عايزني اتجوز واحده تانيه واصدمها معايا؟ مش كفايه قلوبنا يا حاج؟ ظلمتها وجرحتها ورمضت شرفها. هي كويسة؟ ايه يا ابني، عندك امل يعني انها ترجع لك تاني ولا حاجة؟ لا ما عنديش امل يا ابا، ما عنديش امل يا حاج. انا بحاول انسى، انا هقوم، انا تعبان. هو عاصم ماله يا حاج؟ عاصم بيضرب مخدرات يا حاجة. يا مصيبتي، هي حصلت؟ طب واحنا هنسكت؟ لا طبعا مش هنسكت، بس لازم اشوف صرفه في الهباب اللي وصلنا له ده. ايوه طيب، مال بس يا بهلله يا جدع اهو. فل يا عبد. هونه ايه يا عم؟ هونه اللي كل ما اتقابلنا بيها ديت، ما تشتري لك مروحه من شارع عبد العزيز، ما بقاش قلبك حامي زي الفلفل الاسود كده. ده التعب بروق وبهوى اهو، بس من ريحته كده معسل لوحده. اه معسل لوحده هيخاف يعني. بيترعش على حد ريال المعسل. الخلاصة حلو، فلوسك خلصت ورجعت للمعسل لوحده. أثر يا معسل انت وهو، انا خلقي ده. اسمع يا معلم بهلول، احنا عايزين ننسى اللي فات ونعدل الجمجمة. اطلع بالحشيشة بكره. الحشيش معاك يا شمرو، انت هتحور ولا ايه؟ ما انا ظرفهولك قبل اللجنة. يا عم انت مبكش، ما كانش في لجنة واحنا جايين. الكلام ده كان امبارح؟ انا معايا حته من امبارح قبل اللجنه. مش عايز زفت، مش عايز زفت، ما تطلعش. بص بقى اسمع، احنا جايين لك في مصلحه لوز مقشر. بتغير بقى، بتجيب سيره مراتك اللي هي كانت طليقتك اللي هي بقت مرات زيزو. ومفيش جوزين يا ماما. خلاص يا ماما، عايزينك تساعدنا في انتخابات الباشا. اه الباشا ده اللي هو زيزو والخمسه دول، وعليهم خمسه يبقوا 19. هدبجك وقتي، بس الباشا ينجح. الباشا بتاعكوا ده مش هينجح. خلاص بقيت بتقرا الكف؟ بقرا الكف وبقرا الطالع كمان. اوعوا تفتكروا ان زيزو بتاعكوا ده يقدر يوصل لبعيد، ده كل خطوه بيخطيها بيحفر شبر من قبره. طب ما تفكك من خطبه القبر دي وتركز معاه. ده على فكره بقى زيزو فله زي ما انت شايف اهو، القرش بقى بيجري في ايدينا والناس بتمشي تشاور علينا وتقول هم دول السنتو ابو حسام علينا كراويه. كراويه ده عشان بس انتوا رضيتوا تبقوا عبيده. بقول لكم ايه، انستوا يا خدامين الباشا، يلا يلا بتكره من اللحظه دي. من اللحظه دي، من الدقيقه دي، من الدقيقه دي انت من طريق واحده من الاخوه الاعداء. سلامه يا اخوه اعداء. خلصتوا الاغنيه بتاعتكم؟ يلا يلا خلي سلامة يا حبيبي. بالسلامه يا عم، توكل على الله بقى. سلامه يا حبيبي. بس اعرف طريقك منين يا ابن عبد الرحيم عشان اوصل لك. يعني ايه تنسحب من الانتخابات؟ ده احنا لحد دلوقتي صارفين. مفيش حل تاني. طب ما تخش مستقل. كمل اول يا حبيبي، لكن دلوقتي المصالح تقف. اسمع اياد، انا عايزك تمشي الدعايه الانتخابيه على الشعره 10 على 10، تعلق بوسترات وتذبح ذبائح وتاكل الناس ايه 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 ايه، وليه هنصرف ده كله طالما هتنسحب؟ عشان لما اجي اتفاوض مع الطوخي دماغه تلين. هو عرض عليك يعني يدفع لك وتنسحب؟ عرض 2 مليون وانا رفضت. والله 2 مليون مش وحش، بس المهم ما نصرفش ولا مليم تاني. لا بس انا في دماغي حاجه تانيه اهم. ايه هي؟ شيء اياد. اه هاتي. ايه ده يا بنت؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه ده يا عم السخن؟ احنا اتجوزنا النهارده. عرفي؟ لا عرفي احنا هنا في العرف برضه، ده مأذون وشهود والاسامي كمان اسبوع، احنا ما نضيعش وقت. يا اولاد المجانين. لا بقول لك ايه، احترمني قدام المدام، تعالي اقعد يا مريم. بصراحه انا ما قدرتش اقاوم حنيته وصدق كلامه، وبعدين اياد بالنسبه لي فرصه ما تتعوضش. والله العظيم انت الملاك اللي ربنا بعتهولي. زباله انتوا عيال زباله، يعني حتى كلام الحب مش جايب معاكم. يا عم قوم هز طولك وقوم اعمل 2 ليمون يلا. الله
اخيرا بقى في حاجه تفرح في الدنيا. قبل ما تفرح كده بعبد الرحيم يا رب ان شاء الله. بس بقول لك انا مش هسمح لك تسكن انت والبت في المخروبه بتاعتك دي. لا احنا عاملين حسابنا هنجي لك عشان ناخد شقه وهندفع فوري كمان. لا من غير ما تقول يا اخويا عيب قلت انا بتدفع ايه ده انت حبيبي يعني. مش كنا جبنا امك تيجي تفك عن نفسها شويه بدل الكآبه اللي هي معيشه روحها فيها من يوم ما اخوك مشي وساب لنا البيت. فضل بقى من موضوع وليد ده خلينا نشم شويه هوا. هوا وانت يا اخويا يوم ما خرجتني يعني تجيبني في المكان العظيم ده خير ناقح عليك في ايه؟ افهمك بعدين. اتفضل يا سي عبد الرحيم. اسكت يا عم زيزو. ايوه كده يا عم دور بقى. والله ما حد علمك الا ماضه وطولت اللسان غير مرات ابوك. مين مرات ابوك دي؟ يا دي النيله عليا يا واد انا. شويتين حم الشام والنبي يا ابني هنا. وكتر الشطه يا عم. على عيني يا غالي. قول لي بقى اشمعنى المكان ده؟ بيفكرك بمين؟ بيفكرني باغلى الناس. ابويا الله يرحمه. ايه ده؟ هو انت هيك اب؟ امال قطفوني من على الشجره يا حمار انت؟ طبعا ليه يا اب؟ سبحان الله. سالت ابويا نفس السؤال في نفس المكان وجاوب نفس الاجابه. امال فين ابوك؟ ابويا ومامتك راحوا عند ربنا. وفين ربنا ده؟ شوف بقى يا سيدي. ربنا موجود في كل مكان وشايف كل الناس بس مكانه فوق في السماء. يعني ماما دلوقتي في السماء؟ عليك نور. امال مين دي؟ انا العوض اللي حطك لك من كل حته. انا اللي هقطعك حته. تعالى هنا. سيب الواد. لا تعالى. خدمه تانية يا استاذ. ربنا يخليك. استنى يا بركه. يجرب؟ اقعد طيب اوعى تقع. ربنا يخلي لك الهنا والبس صغير بس انا مش فك يا استاذ. حلال عليك. الله يخليك متشكرين عليك. نعم يا بجد والله يا عارف ده اسمه ايه؟ حمص الشين طبعا. مالك؟ زيزو مساهم في ايه يا اخويا؟ لا انا تمام مفيش حاجه. طيب تحب نمشي من هنا؟ اصلي حاسس ان انا لو بصيت في اي مكان هيطلع لابويا. يا القرف ده نزلنا عمله مش القطه بتاعه العربيه. طالما ما حبيتوش تبقى بشره خير وهتطلع غير ابوه. وماله ابوه؟ سيد الرجاله كلهم. زيزو وانا هخلف امتى يا اخويا؟ نعم يا اختي ده انت عامله زي العربيه اللي معمول لها عمره ولسه في التليين. تخلفي ده ايه؟ ليه يا اخويا؟ هو انا ناقصه ايد ولا رجل؟ هو انا كل ما هفتح معاك الموضوع ده تقفله معايا بالطريقه دي؟ ما تطلعيش عين امي يا راجل. هو انا بقول لك اكسيني؟ ده انا بقول لك عايزه اخلف منك. نفسي في واد متشرد زي الواد ده يجي يتخاوى معاه. هو انت كل يوم تتخانقوا اتفضلوا قدام البيت. عبد العزيز خير يا ام عبد العزيز. انا زعلانه منك وعاتبه عليك عشان قصة وليد مش كده؟ لا عشان كنت فاكرة لما مراتك تكلمك وتقول لك أخوك ساب البيت تقوم تسيب اللي في إيدك وتجري تشوف أخوك. وليد ما بقاش صغير ياما وهو حر. وبعدين من الآخر بقى ابنك عايز يلوي دراعي عشان يعمل اللي في دماغه. وليه أنت شايفها كده؟ ليه ما شفتهاش إن أخوك زعلان عشان البنت اللي أنت عايز تحرمه منها؟ قولي لي ياما أنا عمري قصرت معاكوا في حاجة؟ لا يا حبيبي عمري. طب لما اطلب من حد فيكوا حاجه يقوم يستخسرها فيا؟ لو الحاجه دي عينيا اديها لك وانا مبسوط. امال ابنك مش عايز يطوعني ليه بقى؟ لا يا حبيبي لو عايز عينيا عشان تشوف بيها ما استخسرهاش فيك. لو عايز عينيا عشان اشوف بعين واحده تبقى ما بتحبش امك. عايزه ايه يا ام؟ عايزه ما تدخلوش الشيطان بينكم وتفضلوا اخوات تحبوا بعض. ماشي بكرة الصبح هسيب لك 100,000 جنيه تديها له وتروحي تخطبوا له البنت اللي هو عايزها. بس اعملي حسابك انا مش راضي. لا يا حبيبي الحسبة مش حسبة فلوس يا ابني. انا قلت اللي عندي ياما. اصبحوا على خير. اللومة. ايوه يا عصام. عايز اتكلم معاكي لو سمحت. تتكلم معايا هنا؟
زي ما تحبي. من فضلك امشي، انا مش مستعده اتكلم معاك. ارجوكي انا في ظرف محتاج جنبي قوي. من فضلك مفيش كلام بيننا ممكن يتقال تاني. انا فكرت في كل اللي حصل بيننا، لقيتني مش قادر. من فضلك كفايه بقى. انا عارف نوعيه الشغل بتاعتك بتخلص دلوقتي. انت كمان عرفت تفاصيل شغلي؟ انا مش مصدقه. انت بتراقبني ولا ايه؟ انت عايز مني ايه؟ طب هنتكلم ازاي بس وانت عصبيه كده؟ يبقى اتكلم انا. حضرتك جاي تراضيني بكلمتين مش كده؟ انا توقفت على الشغل، تحقيق ونهايه، بس كل ده مش مهم. مهم انت، انا محتاج جنبي قوي. حتى اوعدي انك تفكري، والله العظيم بتغير. خلصت كلامك؟ احنا الاثنين بقينا ناس تانيين يا عاصم، مش انا الست اللي انت اتجوزتها ولا انت الراجل ده. خلاص بقينا ناس تانيين، انساني بقى. يعني ما ينفعش حتى نحاول تاني؟ انا مستحيل افرط في حريتي تاني لاي حد مهما كان، ولا حتى عبد العزيز. يا دي عبد العزيز، ممكن اسالك سؤال وترد عليا؟ ايه عكس الحب؟ كور؟ لا، عكس الحب ولا حاجة. عشان انت لو بتكره هتكون لسه مرتبط باللي انت بتحبه، في مشاعر جواك ناحيته. لكن عكس الحب ولا حاجة، بيبقى اللي قدامك ده هوا. انت فاهم؟ بس صدقك بس مش عارف، حس انك لسه بتحبي. تخيل ان انتوا الاتنين زي بعض بالظبط، نفس الأنانية والقسوة وحب التملك. والأبشع من كده القناع الكذاب اللي بتداروا بيه الوحش اللي جواكم. سيبوني في حالي بقى. هو ده الدكتور اللي شفناه أنا وانت في البرنامج بتاع التلفزيون؟ يما ما انا عارفة، بس في التلفزيون بيقعد يقول كلام، وما اجي اقعد قدامه يقعد يقول لي في كلام تاني. ده حتى الأدوية اللي هو كتبها لي ولا طلعت منشطات ولا بتاعت خلفة، ده طلع فيتامين يما. خلاص مش مريحك، نروح لدكتور غيره. ليه بقى، هي شغلانه ولا ايه؟ هو ايه اللي، لا مش فاهمه انا يعني. بقول لك ايه، اسكتي انت، اذا كان عبد العزيز خليه يجي يوصلني. حاضر. ايوه حبيبي ازيك. لا دي ماما جنبي بتسلم عليك. نزل معانين تروحوا يشتروا شويه حاجات. لا زمانهم جايين. حاضر حاضر، مع السلامه. انا بكدب عليكي يما. زيزو مش عايزني اخلف. وانت سمعت الكلام يا خايبه يا عبيطه؟ ها بعد كل ده عايزه العيل الصغير ابنه يشيل الشيله كلها؟ نفسي افهم مش عايز يخلف منك ليه يا بنت الشرشابي؟ مش عارفه يما، ما هو ده اللي هيجنني. مره يقول لي اصلي متعقد وخايف احسن تفطسي وتموتي وانت بتجيبي لي العيل، ومره يقول لي انه مش جاهز. انا مش فاهمه هيجهز ايه اكتر من اللي هو جاهزه ده. دبسيه يا موكوسه، دبسيه. بت انت مركبه شريط؟ ايوه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، لازم نروح للدكتور تشيل الشريط ده وتحبالي. طب وفريدي زيزو زعل، ولا فريدي يحكم رايه ان انا انزل البيبي، ولا فريدي انه طلقني ورحت في 60 داهيه؟ ايوه، طول ما انت خايفه منه وقاعده تحت رجليه هيعمل كده. طول ما انت خايفه لا يطلقك هيعمل كده. يا بنت يا بنت اسمعي كلامي واعملي اللي بقولك عليه من غير ما اقول له. يا عبيطه يا بنت العبيطه. انا مش فاهم يا باشا، ايه الزياره الغريبه دي؟ مش ابو نسب برضه بقلول ولا ايه؟ ما كان عيش وملح. كنت، وكنت فعل ماضي منصوب بالفتحه. فتحه ايه بقى؟ انا عايزك تركز معايا. هات من الاخر يا باشا، طلباتك ايه؟ فضلت تسرق الحاج وتدي لمراتك لحد ما بقوا 65,000، وجي هو بقى خدها بفلوسها. بس الحق انت طلعت ذكر، خدت فلوسك. ما خلص ولا لسه؟ بح، خلصوا خلاص. بس انا ما خدتش فلوسي كلها، انا فاضل لي 25,000. طب مش تقول كده، عايزهم؟ يا ريت يا باشا. بس ازاي؟ من غير بس. لو طلعت بقى كفاءه ومطقطه ورد سجون بجد هتاخدهم وتاخد فيهم مكافاه كمان. كفاءه ومطقطه في ايه يا حكم دار؟ انا حاسس بيك يا بهلول. انت لو كنت عايز فلوس كنت طلبتها، لكن انت بقى نار الغيره واكله قلبك. بس خد بالك،
الواد جامد وعظمه ناشف، ممكن تيجي تعلم عليه يكسرك ويفضل مخليك مطاطي طول عمرك. انا الدنيا بدياني ظهرها وطولها زي عرضها، ما بقتش تفرق يا باشا. فكر ورد عليا. افكر يا باشا، بس افكر في ايه؟ الانتخابات بخناقاتها ودوشتها قربت، وده مولد. لو فاتك بقى شيخ بهلول يبقى كل مولد متطير. ازيك يا عم رقيب؟ الحمد لله. عرفتني انت كمان. عرفتني. ايه رايك يا جنى بقى في الحاجات اللي انا جبتها لك دي؟ حلو. بص انت حلو يا جدع، اعتمد على نفسك بقى، انت بقيت راجل كبير اهو. وهنا كمان في حاجات حلوه وشوكولاتات. ازيك يا سناء؟ كويسه الحمد لله. امي فين؟ مع وليد في الشقه القديمه. ايه يا سناء؟ قال وشك ليه من ساعة ما شفت خلقتي؟ مفيش. مفيش؟ هو انا هتوه عنك؟ حاكم النسوان دي مجانين وانت بقى جنهم. زهقت يا زيزو، والله العظيم زهقت. زهقت من ايه؟ ناقصك ايه بقى ان شاء الله؟ ناقصني اني ابقى ام، نفسي في عيل، نفسي في اخ لعبد الرحيم، ولا ده مش من حقي؟ احنا مش اتفقنا ناجل الكلام في المواضيع دي؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا وقلت حاضر وحاضر، بس ممكن تقولي لغايه امتى؟ ممكن تعرفني الحجه ايه دلوقتي؟ اوه اوه اوه، جايه رايح الدور عكن عليا. انا خلاص يا سناء، ما بقتش فهماك يا بنتي. طلاق ايه ده اللي انت عايزه تطلقيه؟ لو سمحتي يا اما تنفذي اللي انا طلبته من سكات. طب افهم الاول، انت زعلانه من زيزو؟ يعني زيزو مزعلك في حاجه؟ قولي لي وانا اتصرف يا بنتي. مفيش زعل. طب لما هو مفيش زعل يبقى لازمته ايه الطلاق؟ اطلعي لابويا وقولي له ان هو يطلقني من زيزو النهارده. انت جننتي رسمي، انا خلاص ما بقتش مستحملاك يا شرشان. تعالى اتصرف مع بنتك، خلاص هتجنني. اهي قفلت الباب. اوعي. افتحي يا سماء، افتحي، انا مش ناقصك. افهموني بس، طلاق ايه اللي انت بتتكلمي فيه؟ افتحي يا سماء، انا كلمت الحاج عواطف وزمانها جاي وهتجيبه معاها. قول لهم يجيبوا المأذون معاهم علشان يطلقني ويمشي على طول. مأذون ايه بس وطلاق ايه؟ فهميني يا سماء، فهميني يا بنتي، انا مش فاهم. جرايه جرايه يا حاج نعم. والله ما بقيت عارفه اي حاجه. تعالي شوف البنت اتجننت رسمي. افتحي يا بنتي. افتحي يا دنايم. افتحي يا سناء. انا عملت لك حاجه؟ جوزك عمل فيك حاجه يا حبيبتي؟ رد عليا. اكسر الباب يا حاج، البنت اتجننت رسمي. خايف لا تعمل في نفسها حاجه. ايه يا جماعه، سكوا جايه باخر الشهر. تعالى يا ابني، مش راضي تفتح. اكسر الباب، اكسر الباب يا زيزو. سناء، افتحي يا سناء. يلا على البيت. لو سمحت تطلقني من سكات من غير شوشرة. انت جننتي؟ بس بس خلاص خلاص، تعال تعال نتكلم بره زيزو. حصلينا يا بنتي، تعال. يا بنتي اسمعي كلام جوزك وبلاش فضايح. حل مشاكلك في بيتك وبابك مقفول عليه. الكلام ده مظبوط. اسمع يا شرشابي، خلي الراجل ياخد مراته ويمشي. انا مش عايزه مطيبطيه هنا. لو بيتك مش حشاني انا هعرف اشيل نفسي كويس قوي. بس مفيش حد هيمشي من هنا الا لما افهم بالظبط ايه الحكايه وايه سبب الزعل. وفي ايه؟ في اني زهقت، قرفت، ضهقت. في ان البيت مش عايز يخلف من الخدامه اللي انتوا بليتوه بيها. ما هو انت برضه مالكش حق يا عبد العزيز، تحرمها من الخلفه، حرام عليك، ده حقها يا اخي. جرى ايه يا نعم؟
ما تهدي يا اختي شوي. انا برضو اللي انا مش عايز كلام كتير، بيتي وانا حر فيها، ماشي بالطريقه اللي تعجبني. في يا عبد العزيز، تنسيت نفسك ولا ايه يا ابني؟ داخل شمال وانا سكت لك؟ اوعى تكون فاهم ان البدله والعربيه والفلوس هتغيرك يا صاحب العزيز. لا، هتفضل طول عمرك زيزو، وانا هفضل طول عمري الشرشاب الكبير. فاهم يعني ايه الكبير؟ عيب يا عبد العزيز، اللي ملوش كبير بيشتري له كبير يا ابني. مفيش كبير على غلط يا معلم. وبعدين لو مؤاخذه بنتك دي، يعني انا مش واخدها بنت بنوت عشان تتفرد وتتني عليا. احمد ربنا ان انا اتجوزتها اصلا وشلت الشيله. عيب يا عبد العزيز، مش كده، احترمني حتى. لولا ان انت في بيتي كان بقالي معاك تصرف تاني خالص. سيبه يابا، احسن يمكن الكلمتين دول كانوا طابقين على نفسه، اهو خرجهم مرتاح. اصل يا حرام واخد واحده خارج بيت كسر، وعايز يكمل عليها ويكسرها اكتر. انت نسيت نفسك وانا اللي غلطت، انا اللي هصلح الغلط ده. ولعلمك انا اللي ما يشرفنيش اني اخلف من واحد زيك. انت طالع يا سناء. عبد العزيز، عبد العزيز. زيزو اصحى يا ابني، اصحى، نجحت في الانتخابات. زيزو. يا زيزو. زيزو زيزو مش وقت النوم، اصحى، نجحت في الانتخابات. نجحت في الانتخابات. كويس كويس كويس. لا لسه ما فقش يا زيزو. ايه يا ابني؟ يا زيزو بقول لك نجحت في الانتخابات. طب تمام، الحمد لله. هو انت كده بس، انت مش فرحان ولا يا ابني؟ بقيت مرشح الشعب. نجحت يا عبد العزيز. زيزو تحت القبه، هوبا هوبا هوبا. زيزو تحت القبة، هوبا هوبا هوبا. زيزو تحت القبة، هوبا هوبا هوبا. زيزو تحت القبة. معلم زيزو، ناس دي غلطوا في حقنا ثلاث مرات. واحد ده واحد عرفوا النتيجة كب كب وببلغوا داس. اتنين، اتنين جم هنا يقولوا لك وياكلوا عننا حلاوة النجاح. تلاتة، تلاتة مش عارفها دي. قول لنا هم غلطوا في حقنا في ايه؟ نزل الجحش اللي انت شايله. نزل الجحش اللي انت انا شايله. انزل يا جحش. بيقول لك انزل يا زد. والدور يعمل ايه؟ الدور سائل طبعا. الدور باشا. طبعا. يا اخي البلد دي فيها حاجه غريبه، اللي يفتكر انه حطها في جيبه يبقى غلطان. اوعى تاكل علينا الحلاوه يا معلم زيزو والنفحات بتاعتك. اديك شايف احنا من ساعه ما بدانا الانتخابات وبص بقى بتظهر ده عامله ازاي. نفحتكم عندي ما تقلقوش. يعني هنقضي ليله زي الفل وهنسهر سهره صباحي. ها ان شاء الله. تمام. بيا بيا يلا. هوبا هوبا هوبا. زيزو تحت القبة، هوبا هوبا هوبا. زيزو تحت القبة، هوبا. يلا يلا ماشي. روح انت يا داهيه، روح على البيت على طول، فرح امك. ماشي. طيب انت خد الجوز دول واسبقني على الشارع. طيب يلا هنستناك، ما تاخرش. ها يلا. كده هيبقى في لعبة تاني خالص. Let's go!
يا باشا ايه؟ طب قوم قوم قادر يا قوم معايا يا الكلب فندم سعادتك. كل اللي عايزينهم ينجحوا نجحوا، وكل اللي مش عاوزينهم سقطوا. عبد العزيز نجح زي ما سعادتك امرت. لا الدوري سقط لان بقى دمه تقيل. أؤمر سعادتك يا فندم. فيك الخير يا سناء، أصيلة وبنت أصول. اوعى ما زهقتيني. طيب يا عم كنت وحشني. عبد الرحيم برضو اللي وحشك، يا بنت تطلعي من دول. والله هم دول الكلمتين اللي كانوا مش خليني عايزة أقول. زيزو اصحى زيزو وقعت فوق بره. زيزو عايز ايه؟ قوم يلا مرات ابوك بره. مرات ابوك مين يا؟ سناء. تعالى نلعب اللعب جوه يا حبيبي. خير؟ عايزه ايه يا سناء؟ انا مش عايزه حاجه. انا جايه اطمن على عبد الرحيم واقول لك مبروك. الله يبارك فيك. بس يعني ما كانش له لزوم. هو ايه اللي ملوش لازمه؟ اني لسه بحبك انت وعبد الرحيم ومش قادره انساكوا؟ انت عارفه بقى ان كلام السيما ده ما ياكلش معايا. وبعدين انت اللي طلبت الطلاق، انا ما سبتكيش. وانت ما صدقت ورميتني بطول دراعك. هو لعب عيال. لما انت مش عايزه تطلقي بتطلبي لي ايه؟ بتدلع عليك. كان نفسي لما اقول لك طلقني تقول لي مش هقدر استغنى عنك. انا ما فيش حد ما اقدرش استغنى عنه. ويا ريت بقى تشوفي حياتك ودنيتك. تصدق انا كنت عارفه. وعشان كده طلبت الطلاق. ايه بقى اللي كنت عارفاه ان شاء الله؟ عارفه اني مجرد رفا، هزار، تسليه، وساعه الجد هترميني بالظبط زي ما عملت. انت مجنونه، عمرك ما شلت مسؤوليه. مجنونه بيك وعلشانك. ما عادش ينفع سيدي. القطر خلاص طلع من المحطه. اتفضل. معاك يا فندم. اهلا يا باشا. معقوله؟ طب بساتك مش كنت تقول انك جاي؟ اتفضل يا فندم. اتفضل يا باشا. ده احنا زرنا النبي والله. انا عارف ان انت في مكتبك، وبعدين عاوز تعرف ليه ان انا جاي لك؟ علشان تعمل لي زفه زي الزفه اللي اتعملت لك في شارع عبد العزيز. فرحان يا باشا وربنا فرحان. تشرب ايه سيادتك؟ على الريح. مظبط انت نفسك يا باشا على طول. واحد قهوه على الريحه وواحد نسكافيه. يلا بسرعه يا دين. المكتب بتاعك حلو قوي، مش بطال يا باشا. ما يغلاش عليك، الفهولك في منديل، ابعت لك واحد اخوه. اؤمر بس انت يا باشا. ناصح يا زيزو، عايز تضحك عليا بمكتب؟
مش انا اقدر اضحك عليك، ده معاك ضحك على الدنيا كلها. حبيت تجاملني؟ شتمتني يا زيزو؟ حاشا لله يا باشا، انا قصدي يعني ان اللهم صل على النبي يعني معاك ذكي قوي. انا عارف كمان ان انت ذكي. انت فاهم انت نجحت في الانتخابات ليه يا زيزو؟ عشان سيادتك راضي عني يا باشا. تعجبني، بس في ناس تانية مهمين جدا مهتمين بيك برضو. مادام اتخدت كده تبقى فهمت. ما انا كنت ناوي يعني اجلس سيادتك كاملة استمارة الحزب تاني. لا انا عايزك بره مقاتل معارض شرس بشكلك المصري قوي ده، ومادام انت بتشتم وتنفعل علشان مصالح الناس، الناس هيحبوك. طب هم مش هيزعلوا؟ مادام ما قربتش من الخط الاحمر قول زي ما انت عايز. وبالمناسبه عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. الدوري واخد حته ارض على طريق القاهره السويس ومقعد فيها البلطجيه بتوعه، والارض دي ملك الدوله، وعيب لما حد ياخد ارض ملك الدوله الدوله مش عايزه تديها له. غلط، دي حتى الدولة تاخد على خطرها يا باشا. سابها. مع انه صاحبك؟ مفيش صاحب في الغلط يا فندم. وبعدين النهارده المصلحة هي الصح. وأنا مصلحتك يا زيزو. في حاجة كمان عايز أنبهك ليها. اتفضل. خف إيدك عن شارع عبد العزيز. سيب الناس تاكل عيش. خفي يدك يا جزمه. I'm doing my best. واه بعمل اهو، بعجن والله بعجن. وبعدين مش واخده بالك ان انا اتحسنت؟ انا اتغيرت، تبت خلاص، بقيت بغسل واحلب الجاموسه يا جاموسه، وبقيت بغسل في الطشت وارتب واطبخ واعمل كل حاجه، وانت مش واخده بالك ولا ايه؟ يا رب. ايه ما تردي علي؟ بطلي حديث، لازم نخلص الخبيث قبل الليل. دي حاجة سهلة خالص يا ولد اخوي، يعملها أي عيل من عيالنا في الصعيد. طب أنت كده ما قريتش اللي أنا قلته يا عمي. أنا فهمت، دي تذكرة السيما اللي هيدخلوك بيها بلكون مش صالة. أيوة كده، أنا عشة وتفترى. عايز الضرب يبقى جامد ومحمل، بس مفيش دم. طب ودي تندمن إزاي دي؟ تندمن بإنك تهجم عليه على طول. يصحوا ولقوا فوق راسهم قبل ما يستعملوا السلاح بتاعهم. انا اطلب غدا. لا ورانا شغل كتير في بلاك فيصل، ولازم نخلص في الميعاد. يبقى ما تخلص انت بعد علينا. أه؟ بالاذن. الله يخليك يا عم، مع السلامه. مبروك عليك مصلحه فيصل. كل من خيرك يا ولد اخوي. ربنا يخليك. ما تنساش البيت روان اللي في البلد دي خلله. هي كده قضت المده، ما تقلقش. السلام عليكم. سلام عليكم. الو، ازيك يا عمتي؟ كيف حالك؟ مليح؟ لا يا ولدي، وليه مستعجل كده؟ راجع نفسك وبطل حنيه قلبك دي. تزيزو اللي تشوفه، بس وحق ربنا كانت مؤنساني وبتساعدني في شغل الدوار. اللي بقى اللي مقوله كلمة واحدة بس. اهي معاك اهي، وقلبها بيفط من الفرحة. خدي زيزو ماي لافلي بيبي. شوف يا بيبي، انا اسفه جدا، معلش سامحني. انا اسفه والله، توبت ومش هعمل كده تاني. انت قلبك طيب قوي بجد يا زيزو. شيكات؟ شيكات ايه؟ لا 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 لا، لا عايزه شيكات ولا اي حاجه. انا بس كل اللي عايزاه من هنا امشي وما اجيش هنا تاني، ومش هشوف خلقتي في اي حته خالص خالص، ولا افلام ولا مسلسلات. انت قلبك طيب قوي، ربنا يخليك ليا ماي لافلي بيبي. خدوا النبي، انتي رتيبه معاك. ايوه
فهمت عليك. بالسلامة انت يا ولدي. قدامي قدامي. امشي امشي. بالك لو طلع عجينك مش خمران ولا حركتي رغيف الفرن. رغيف ايه بس اللي يتحرق يا حاجه رقيبه؟ بده فاير انتي بس. واه ولع النار وهتشوفي مني احلى خبيث. يلا يلا بسرعه. بص بقى يا اسطى، انا عايزاك تعمل لي فاتوره كبيره عشان اعرف اشوف اللون. انا يا دكتور. ربنا يخليك. الو. ايوه انا لبنى. مين؟ مازن. ازيك يا مازن؟ انت لسه فاكرني؟ بابا تعيش انت، عازمني على العشاء. حاجه مهمه قوي للدرجه دي؟ لا لا مفيش مانع. خلاص اوكي، مع السلامه. بص يا بهلله. ايه ايه اللي قالوكوا تخلصوا عليا؟ يا عم بهلول ما بقاش قلبك اسود يا جدع، ده احنا واكلين عيش وملح مع بعض وشاربين حشيش من خيرك. بأمرت ما كل عجل فيكو ايده معلمه على وشي. بوضلك خليك بقى عبد العزيز، عملت فيها سبع رجال، عد بقى ضلوعك المكسره. جرايا بكرو، احنا جايين نصالحه ولا نقطمه؟ صلحكم ما يلزمنيش. شبرو شبرو خد. إيه؟ شبرو ده لسه في دفا. لسه في دفا سيولي يلزمني وما يلزمنيش، اعمل معاه ايه؟ يا جدع الراجل معذور، ده واكل علقه موت. طب يا عم شغل ده يا عم. لا لا الا الله، يعني لو عبد العزيز قال لي روح اضرب اخوك مش اضربه؟ ده انا هضربه هو وامه. تضرب اخوك وبعدين تصالحه. طب هو لازم يقدر برضه ويفهم، دخل عليه بلفه واكل وكباب وشاش وقطه ومخدرات، لازم يقدر. شكلكم بتقفلموا عليا يا اولاد الرافه دي. بقول لك يا معلم بهلول، اسلب طولك كده وافتح وتعالى كل معانا. طب الربوز البتاع ده عشان انا مش قادر خالص. افتح افتح افتح. قرب يا معلم. بسمله بسمله. طب اتفضل يا بكر كله. الهلا والشفا يا شبرو، بطرح بيسري. ها؟ انا عارف انك هتفهم اللي جاي وتستوعبه بسرعه. انت هتتنقل نقله كبيره قوي يا عبد العزيز، من الست صفار للتسعة صفار. دنيا تانيه وعالم تاني. والله يا باشا اللي بسمعه يعني بيخوفني. البلد مليانه اشاعات. قول الاول سمعت ايه وانا هقول لك على المفيد. يعني اصل مش عارف. ما تخافش قول. سمعت ايه؟ اللي راحوا مش قد اللي رجعوا، واخرهم الدوري بيه. انا هقول لك بقى على السر واجري على الله. ما تطمعش، خد اللي بيديهولك وانت ساكت، قول حاضر ونعم بس. سهله مش كده؟ ثانية واحدة سلم وجيلك. منور المكان يا باشا. ما بقتش تقول لي يا أنكل زي زمان يا مازن. ايه أخبار الدكتور طنباري؟ الحمد لله بخير. عبد العزيز بيه من رجال المستقبل. ازيك يا عبد العزيز بيه؟ معرفة قديمة يا باشا والدنيا صغيرة. أنا شايف شغلك يا مازن في الدور المستورد ومستني منك زيارة قريب. تحت أمر معاليك يا فندم، تحب إمتى؟ يا راجل وده وقته؟ إحنا بناكل. أنا حاب أكلمك. مبسوط إني شفتك يا عبد العزيز بيه. شكرا. أنا إذنك يا باشا. مع السلامة يا مازن. كنا بنقول إيه يا زيزو؟ كنا بنقول أسمع الكلام سيادتك. إيه ده؟ ده انت مركز حتى بعد اللي شفته بينك وبين مازن؟ هي ايه الحكاية؟ مالك؟ شكل عبد العزيز ضايقك في حاجة؟ لا يا بنتي، بس هي التركيبة كده كلها على بعض هزاك. يعني أول مرة أشوفك من سنين أشوف عبد العزيز بيه. لا ومع مين؟
اكنها رساله بس الحقيقه مش فاهم معناها. انت بتصدق في الحاجات دي؟ للاسف اه، للاسف، لان انا عارف ان ده ضد كل اللي احنا اتعلمناه في حياتنا. بس تقدري تقولي كده ان كلمه مكتوبه على حيطه في الشارع او حتى على علبه دواء بتنور لي حاجه كده، يعني اذا كان الموضوع هيمشي مش هيمشي. هو في موضوع من اصله؟ مش عارفه، شكلك على طول مستعجل كده. طب ما اخش في المهم بقى، تاكلي ايه؟ وهو ده المهم؟ فتح ايدك تاكل بلبل. ادوني باشا بقى يونيفرسال 18 قدم. شبيك لبيك شبرو بكرو بين ايديك. ده كلام يا جماعه؟ يعني ده كلام تبهدله الراجل كده؟ ليه كده يا عبد العزيز؟ ايه اللي انا عملته لك عشان استاهل منك كل ده يعني؟ ليه؟ انت صح. بجد عندك حق. ايه يا عم؟ الراجل اتبهدل خالص. انا ما كنتش منتظر انك تعاملني بالطريقه دي اصلا. انا طول عمري معتبرك زي ابني يا عبد العزيز. سيبك بقى من كلمتين الهجس دول بتاع زي ابني وزي ابنك وزي خالتي وزي عمتي. انت عمرك ما كان ليك فضل عليا. ولا انا ليا فضل عليك. انت عملت من ورايا مصالح وانا عملت من وراك مصالح، يبقى اكيد صح ولا لا؟ نسيت نفسك ولا ايه يا عم عزيز؟ انا لواء شرطه. او ده الكلام اللي يزعل بقى. خليه يرجعني الساعه يا عم عزيز. انت خدت منه الساعه يا ابن البصابه؟ خدت منه الساعه؟ استنى لا مؤاخذه، استاذن معلش بس، لا مؤاخذه معلش. لا مؤاخذه معلش. عم عزيز خليه يرجعني الساعه، مش معقوله واحد زي ده يلبس رولكس. خليه يرجعني النضاره كمان لو سمحت. بكر. لا يا رولكس ده. ولا بكر. يا ريس اديله الساعة. اللي بوظ ده الساعة دي تلزبني. احنا مش حرامية يا بكر. انا ما بلطجتش في الساعة، انا قلت له ده هاخد الساعة، قال لي خدها. بقول لك اديله الساعة. هات الساعة، مش بيقول لك اديني الساعة. باشا كلمتك على رقبتي برضه يا كبير. بص يا باشا، أنا بقترح عليك تسافر. سافر. روح اعمل لك عمرة. أنت راجل كبرت ومحتاج تريح. خد لك أجازة كده طويلة. خد العيال والمدام وارتاح، وبعدين الفلوس اللي معاك تكفيك وتكفي اولادك واولاد اولادك، واحنا لافنين سوا. ماشي انت شايف وزير، خليهم يفكوني لو سمحت. فكوا. وعايز النضاره بتاعتي من عند الفندي ده كمان. فكوا. شابرو. مرني. ادي الراجل نضارته. خد. اصيل يا شابرو. طب اخد انا الجاكيت. بقول لك فكوا. طب اخد الجاكيت طيب. فكوا الراجل الطيب يا جماعة، ده معمل صح. ما تتحركش هزلزق في وشك. جاكيت. اديله الجاكيت يا معلم زيزو. اديله الجاكيت. طب هو جاي هنا يعني نبدأ ولا جاي يعمل ايه؟ خدوا منك حاجة يا باشا تاني؟ أنا كده تمام يا زيزو. أمنت على البوكسر؟ كله تمام يا زيزو. توكل على الله. حد يفتح لي الباب. افتح لي الباب ده. طب ده بيتنطط علينا يا عبد زيزو. عبد العزيز خليهم يفتحوا لي الباب لو سمحت. انسه انسه، مش برضو حضرتك الدكتوره لبنى؟ ايوه. مين حضرتك؟ انا جالك من طرف عبد العزيز بيه. ممكن تتفضلي معانا عشان هو عايزك دلوقتي حالا. وانا مش عايزه اشوفه. اوكي بعد اذنك. بعد اذنك يا استاذه. عبد العزيز بيه مديني اوامر لازم تيجي معايا وما ينفعش ارجع من غيرك. طب اتفضل. اتفضلي. ايوه يا باشا. دكتور لبنى يا فندم. ده انا كنت لسه هكلم سعادتك. لا موضوع الدوري خلاص خلص. هو مسافر بس ساتك لو عايزه ما يسافرش ما يسافرش. هو انت جايبني تقعدني جنبك؟ ايه يا فندم معاك؟ الارض؟ هو الموضوع خلصان، لو عايز تخلص بكره نجيبه من بكره. شكرين يا باشا. اتفضل 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 اتفضل. ما كنتش قادر تصبري لحد ما اخلص المكالمه؟ وانت مش قادر تستنى لحد الصبح؟ موقفي الرئيس عصابه يستناني ويثبتني في شارع عبد العزيز؟ اصل قلقت عليكي فقلت اجيبك اطمن. عندك مانع؟
تطمن؟ تطمن على ايه؟ ولا انت بقى عشان طلقت سناء فقلت تفوق لي؟ انا خلاص بقيت عارف ان احنا ما ننفعش لبعض، بس لما اشوفك بقى مع واسمه ايه؟ الدكتور مازن. بس بنسى، لما اشوفك مع الدكتور مازن لازم اسال. تسال باي حق؟ بحق العشره والعيش والملح والجيره وايام زمان. انت بقى خلاص بقيت رئيس جمهوريه شارع عبد العزيز، ما تسيبني في حالي بقى. شوف يا لبنى، احنا ممكن نقعد كده نتكلم لحد الصبح ما نوصلش لحاجه، فتعالي معايا عدل. ايه اللي رماه في سكتك تاني؟ ما كنتش اتخيل ابدا انك تبقى زعيم عصابه ولا بلطجي. بتعمل ده عليا انا؟ لا، ما انا يعني ممكن اتعامل معاك بشكل تاني قد اللي افهمه، فهتزعلي. كان عايز اشتغل في صيدليه ابوه. ارتحت؟ صيدليه ابوه. تقدري تمشي. همي زاد ياما، وبعد ما كان شغلي بس، مصالح الناس كمان حطت فوق نافوخي. بالراحه على نفسك يا ابني، مصالح الناس ما بتخلص. ما تشوف ان الواد عبد الرحيم كده ندهله يقعد معانا شويه. نام من بدري، المهم بقى احضر لكم الاكل. امال الطباخ فين اللي بعتولك النهارده ياما؟ مشيته على اخر الزمن، هجيب طباخ يقعد لي في المطبخ. الحق عليا ان عايز اريحك. ايه مرتاحه كده؟ قول يا ريس. انا ما قلتش حاجه. وانا عبيط؟ عينيك كلها كلام. وبعدين شياكتك وقعدتك ليا كده على طرف الكنبه. انجز، شكلك تعبان النهارده، نتكلم بكره احسن. يا سيدي قطمه احسن من نحته. الانتخابات خلصت خلاص، نسمة بقى. البت صبرت صبر ما يستحملوش اي بشر. ما انت رحت خطبتها انت وامك، عايز تاني بقى؟ الاولانيه رضاك والتانيه الفرح. الاولانيه دي رميها جنب الحيطه، خلينا في التانيه. عايز كام؟ كل ما ده بتبعد زياده. انت هتغنيها لي؟ ما انا قدامك اهو. وبعدين انت عارف كويس مين بيبعد يا وليد، انا ولا انت؟ انا عايز اصالحك، عايز ارضيك، وهو ده اللي خلاني وقفت جنبك في الانتخابات. وعايز تاخد تمن وقفتك زي شبر وبكر؟ انت ليه مصمم تجرحني بالكلام؟ انا وقفتش جنبك في الانتخابات عشان مستني التمن. لا، انا وقفت جنبك في الانتخابات عشان انت اخويا. رغم ان ايه؟ رغم ان انا شايفك ما تفرقش عن طنوخي ولا غيره في اي حاجة. اذا كان على فرحي هعمله في الحتة وسط اهلي وناسي اللي انا تربيت معاهم، وهقعد في شقتنا القديمة. يعني فلوسك دي خليها لك، انا مش محتاجها في اي حاجة، بس محتاج حاجة واحدة بس. محتاج الاقي اخويا، اخويا اللي انا بحبه. حلوين الشويتين دول، بس برضو ما فهمتنيش انت عايز ايه. شويتين؟ انا مش عايز اي حاجة غير انك تفرح معايا. انت خايف ما احضرش فرحك؟ ما تخافش، فرحك هحضره وهعمل معاك الواجب على اكمل وجه. الاكل ياما بقى، هنام وانا قاعد. يا خساره عبد العزيز، بقينا ما بنفهمش بعض. اقعد يا عزيز. العفو سيادتك. اقعد عشان عايزه. شوف يا زيزو، انت جدع ومجتهد وذكي. الله يبارك لك يا فندم. علشان كده اخترناك تبقى شريك لينا.
يعني تبنيناك ونسبتك هتبقى 35%، وفي بعض حاجات هتبقى باسمك بس اوعى تفكر انها ليك. ربنا يخليك يا فندم، انا مش عارف اقول لك ايه. ماتش اللي هنفضل على الخمس دقايق يا فندم. طب روح انت. بقول لك ايه، انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ يعني اللي تشوفه سيادتك. معلوماتنا بتقول انك للاسف زملكاوي. قادر يا فندم، قادر. عبد العزيز، تعرف لو الاهلي ما خدش الدوري في موسم واحد مصر ممكن يحصل فيها ايه؟ يعني ما مش عارف سيادتك. انت طيب يا عبد العزيز، طيب. طب يعني سيادتك لما مؤاخذه، يعني لو منزعج قوي كده يعني نغير. وبعدين احنا دخلنا عقد الاحتراف، واللعيب لازم يدين بالولاء للفانيلا اللي لابسها يا فندم. والفانيلا اللي انت لابسها فانيلة مين؟ بني عبيد سيادتك. حلو يا بني عبيد. مش بقول لك انك ذكي. في كلام كتير عن الانتخابات والاشراف القضائي، ايه رايك في نزاهه الانتخابات؟ خلينا بقى نتكلم بصراحة، ويا ريت الكلام ده ما يتشالش في المونتاج، لأنه أنا قلت لحضرتك إن أنا كلمة حق، وشرطي الوحيد على أي برنامج بصوره هو إنه يبقى فيه شفافية في موضوع عدم التعامل مع الشريط اللي بيتسجل. هو عبد العزيز بقى مهم قوي كده. اسكت يا ولاد، هيعق اهو، هيغلط وهيودي نفسه في 60 ده. هيقول يا اخويا، قول. معاناة كبيرة جدا في موضوع الانتخابات. يكفي انه في الدائره اللي انا كنت فيها 150 صندوق بدون اشراف قضائي. النهارده هم قالوا هيبقى في اشراف قضائي، طلبنا قاضي على كل صندوق ووقفنا، ده غير المعارك والضرب والضرب من تحت الحزام. النهارده يا فندم ياما، واحنا نابحين صوتنا. انا اشوف ايه بيطلع في التلفزيون. اهلي دايركت. ايوه يا عبد العزيز، جاي اهو. خد خاتم ابوك، نسيت في الحمام. هو ده وقته ياما. لا، الراجل يعني مأساة. فاحنا من هنا بنطالب بيت المذيعة دي بقى تصلخ اي حد انه كان عبد الله بقى ما تفهمش. يسأل علينا ولا يعدي الدرجة دي، يعني مشغول بعروسته وفرحه. عريس بقى عقبال ما نفرح بيه. انا خلاص خدت نصيبي، مبقاش في الدنيا اهم عندي من الواد ده. عشان انت لسه ليكي مكان في الحته اللي في الشمال، الطريقه اللي هنا دي. طريقه ايه يا رحابك انت؟ بس الحقني يا ناس.
تخسر دماغ ده حلو، وانا مبقاش عندي اكتر من اللي خسرته عشان اخسرها. كلمه واحده كمان، ها كلمه واحده كمان هيطلع عليك النهار وانت منوره في صفحه الحوادث. عاطل يقتل قنبته بعد ان يمر بدايه قابليه. ايه رايك؟ اوعى. عايز ايه يا بحر؟ اتكلم قول. واذا عايز تموتني موتني، انا ما عنديش حاجه اخاف عليها، وخلصني من الدنيا السودا اللي انا عايشاها. عيني على المجاريح يا جدعان. يا بنت انا وانت مجروحين زي بعض، وبرغم ان انت اللي علمتي عليا بس ماشي، انا مستعد احط همك على همي ونركب المراجيح. راجيح ايه يا روح امك؟ انت كمان عايز ايه؟ ما تقدر تتكلم. يعني انت اتظلمتي وانا كمان اتظلمت. ليه يا اخويا؟ مسجون سياسه؟ ده انت حرامي. اصل ابوكي هو اللي كان ايده طاهره قوي. ده ربك بيسلط ابدان على ابدان، ولا هو الدخان القريب بيعمي؟ لخص قول عايز ايه، انهي ما تمطش. قصدي اقول لك ان انا وانت زي بعض. كان ايه بقى علشان نشرب ايه ميه؟ الواد عبد العزيز اتجوزك شويه، الدنيا كلها عارفه انها كانت نمره عشان الانتخابات والفضايح، ولما خلع لزقك على قفاكي واداكي سكه وطلعت من المود بلا خالص. وانا اهو اتخرجت من السجن باطي والريح. يا مولاي كما خلقتني. ده بعد ما ابوكي غدر بيا وانت كمان اديتيني سكه. اسمع ليش انا مسامح ده ليه؟ عشان خاطر انا قلبي طيب وحنين. يبقى نعمل ايه؟ قلتيلي نعمل ايه؟ نخش على الواد باي نمره نشتغله وننصص ابو قسم. وده حقك. مين قالك ان انا عايزه حق؟ واذا كان ليك حق عند حد يا اخويا ما تروح تاخده بعيد عني. بعيد عنك ازاي يا وزه؟ ما انت اللي هتسحبي لنا الواد ابنه وتسلميهولي ومالكيش دعوه بعد كده. انت عايزني اخطف عبد الرحيم؟ اه امشي اطلع بره. طب بس بس, بس 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 همشي. بس فكري كويس عشان خاطر انا لو فكرت لحالي دماغي هتوديني لحاجات ابعد من كده بكتير قوي. ويا ريت تروح تشوف لك شغلانه بدل ما انت عمال ترمي بالك على الناس يمين وشمال. وماله؟ ما فيهاش حاجه ان الواحد ياخد فلوس من المدام بتاعته، قصدي طليقته. مع انك انت اللي طلقتيني ومفروض تديني نفقه شهريه. نعم يا اخويا، انت فاكر انك هتضطني هنا كل شهر؟ بقول لك ايه؟ اذا كنت فاكر ان تهديدك ده هز شعره مني تبقى غلطان، ولازم تفهم انا ولا ليا عيل ولا تيل ولا عيش عليها الطلب من اصله، واذا عايز تموتني موتني، واذا شفتك في طريقي يا بهلول حاكلك بسناني. عارف يعني ايه حاكلك؟ امشي اطلع بره بره. سلام شعرك. بونسوار. مين؟ طيب خليك تتفضل. ايوه يا ولاد معاك. طيب معاك فلوس كفايه؟ ماشي يلا سلام. لا بكلمك بعدين. ازيك؟ عامله ايه؟ تمام كويسه. خير خير. يعني اصلك جايه لحد هنا يعني ومن غير ميعاد وكده. حلوة من غير معادي. كبرت. عايزة ايه؟ اوعى تكون فاكر ان انا جاية اتحايل عليك علشان ترجعلي، ولا تكون متخيل ان انا مش قادرة اعيش من غيرك. فوق، الدنيا مش بتلف حواليك انت بس. انت جاية تديني درس؟ بهلول جالي البيت وهددني وطلب مني اني اساعده علشان يخطف ابنك لانه مش قادر يطولك، وانا جيت اقولك الكلام ده علشان العيش والملح وعشان خاطر ابنك اللي ملوش دعوه باي حاجه بتحصل بينا. انت فاكراني هتهدد ببهلول بتاعك ده؟ بهلول ده ما يقدرش يعمل لي اي حاجه. انا لو دوست عليه مش هاخد بالي. وانا عملت باصلي وقلت اجي اقول لك. كان ممكن تقولي لي في التليفون. مفيش فايده. اللي فينا فينا. يا ريت تخلي بالك من الولد.
ايوه يما. الواد فين؟ الواد فين؟ طيب لا انا اتاخر شويه. سلام. مؤاخذه حق المكان مش قد المال. تأثر مش هيناسبك، هو الراجل اللي جالك في مصلحه. ماشي يا ابو ناس. اتفضل يا سيدي. طيب امشي انا بقى عشان ما ينفعش احضر الكلام ده. اتفضل يا باشا، عملت اللي عليك وزياده. ايه دول؟ بص يا سيدي، دول 50,000 جنيه. اتفضل. وده فرش حشيش جاي لك من الصعيد طازه. على الله بقى تطلع دكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انت المعلم منديل؟ انا المعلم منديل. طلباتك؟ انت طلب يا معلم منديل، انا جاي لك من طرف الدوري بيه. اهلا 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 وسهلا. هو فينه صحيح؟ موبايلاته مقفوله وبتصل بيه في المكتب، المكتب ما بيردش. هو فين؟ هو دلوقتي مسافر ايطاليا. خلينا في المهم، اخبار زيزو ايه؟ طايح في الدنيا، مش عاجبه حد، عامل زي الكلب المسعود، عايز يهبش في الناس كلها، الدنيا كلها مش مكفياه. انا عايز تفاصيل يا معلم منديل، بيروح مكتبه امتى ومع مين، بيسوق لنفسه ولا معاه سواق؟ هي دي طلبات سعادتك ولا طلبات الدوري بيه؟ انا جاي هنا عشان انا اللي اسال وانت اللي تجاوب. عينيا الاثنين، كل اللي طلبته واللي هتطلبه 24 ساعه بالظبط يكون عند سعادتك. يا دكتور ده معكوسه يا عبد محمود اللي انا بيه بتروح تدخل الناس دي يدعي على ابوك انت كلب تسك كايك الله.
ريت وليد رد عليا يا وليد رد رد عليا وليد كيف قلبك هيعيش والناس هتحبك والمال عليك الحمل ميل وياه الزرعة لما تميل في وش الريح ذكية هتقدر تعيش.